السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في اليوم الأخير والورشة الأخيرة من مشروع لينك من مؤسسة الباحثين السودانيين. اليوم معنا أستاذة ميعاطي في ورشة بعنوان التواصل والذكاء العاطفي. أستاذة ميعاطي هي مديرة التعليم والتطوير في Immersion Automation Solutions MEA. بتملك أكثر من 20 سنة من الخبرة في مجال الموارد البشرية. عملت سابقاً في عدة مؤسسات، عملت في صندوق الأمم المتحدة للسكان، كما عملت في كير انترناشونال. هي مدرب معتمد من ICF، وهي المدرب التنفيذي في Empower World، وهي أيضاً مدرب للأطفال ومعتمد من Kids Life Studio. متحصلة على بكالوريوس في اللغويات من جامعة الخرطوم، كما درست ممارسات الموارد البشرية الاستراتيجية من جامعة كورنيل. أهلاً وسهلاً بك أستاذة ميعاطف، تفضلي. شكراً جزيلاً. إذا كنت أخذت الحياة دي حسب تفتكر عمري أكثر من 25 سنة، أنا ما فتت 25 ناس. 17 ونص. ممتاز. كده ممكن نبدأ. تفضلي. أوكي، شكراً جزيلاً للتقديم، وأتمنى الشاشة ظاهرة. أيوة واضحة ممتازة. أوكي، مرحب بكم كلكم، وما شاء الله يعني أنا بغرانة جداً. البروجرام مستمر له فترة طويلة، وأنفورشنتلي ما قدرت أكون معاكم في باقي السيشنز، لكن الفيدباك اللي سمعته إنه حاجة كانت ناجحة جداً. بتمنى لكم كلكم يعني تستفيدوا فعلاً من أي حاجة اتقالت، وأنا متأكدة ده حيحصل. يعني بدام أنتوا خصصتوا من زمنكم وعملتوا الحياة دي كلها يعني on voluntary basis وسكيتوا العلم بالصورة دي، ما في شك إنه إن شاء الله حتستفيدوا منه. فحابة إنه أخذكم الليلة في السيشن دي. هي emotional intelligence أو الذكاء العاطفي، هي واحدة من المهارات الدراسات أثبتت إنها يعني ممكن تكون من أهم المهارات. ممكن واحد فينا يكون يعني تقنيا قوي جدا جدا، قريت ما قصرت في سنين الجامعة، عملت عليك أكتر، وفعلا حصل لك يعني أخذت العلم اللي أنت مفروض تاخده، لكن تجي في أول ما تدخل مجال الشغل الريال لايف زي ما بقوله، بنقوم نتصدم بقصة الـ emotional intelligence، وإنه إحنا ما عندنا السيطرة الكاملة أو التحكم الكامل، لأنه في فرق كبير بين السيطرة والتحكم في المشاعر بتاعتنا وفي عواطفنا، وإنه إحنا كيف ومتين نعمل شنو، والـ reactions بتاعتنا تكون كيف. بعتذر لأنه السلايدز بتاعتي كلها ما مترجمة، يعني هتساعدوني وحنترجم as we go، لأنه أنا السلايدز دي بعملها لناس المكتب زوال الموظفين، ومرات كثيرة لبر المكتب، لكن يعني دائما بيكونوا English speakers، لكن قصور يعني إن شاء الله هنقدر نقدمها كلها بالعربي قريب. اوكي، حنبتدي حسي كل كم سلايد ممكن نجيف وناخد ريفليكشنز. اذا ممكن تعملوا unmute لو في سؤال، لو في حتى بس يعني اي زول فينا عايز بس تو ريفليكت باك من السلايدز دي، ممكن تعكسوا اي فكره جات في راسنا وكده، بيكون كويس عشان نخلي السيشن تكون الفلو بتاعها ماشي كويس. طيب هسه عايزة يعني أطلب منكم يعني تتذكروا، تحاولوا تتذكروا أو تتخيلوا شنو المشاعر والعواطف اللي إحنا ممكن نحس بيها. إذا مثلا أنت في الممر بتاع الشغل، إذا أنت شغال حسي أو اشتغلتي، أو حتى في البيت لو لسه ما اشتغلنا، لو انتوا طلعتوا من البيت وقدام البيت طوالي، هيجي مرة واحد او واحدة احنا عارفين تماما او عندنا حكم مسبق بانهم هم يعني عندهم very low emotional intelligence، عارفين الناس دي يعني ما بيعرفوا يعني يتصرفوا قدام الناس، او ما عندهم الذكاء العاطفي ده.
بس نحاول بس نفكر أو نحاول to generate the ideas or thoughts. ممكن شنو الإيموشنز اللي بتجينا من غير ما نتكلم. إحنا الشخص اللي هيجي مر علينا ده ما حيتكلم معانا. إحنا كل اللي عايزين نعمله هنا ننتبه لأنه المشاعر والعواطف دي بتجي حتى من غير ما إحنا ندخل في real interaction، من غير ما إحنا يعني فعلا ندخل في نقاش مع الشخص اللي إحنا بنفكر إنه هو ما ذكي عاطفيا. ممكن أي زول يحاول يفكر معانا أو يدينا أفكار لأنه ممكن تكون شنو المشاعر اللي بتتولد في اللحظات زي دي. أنت شايف الشات أستاذة مي؟ لا، لأنه presenter's mood unfortunately ما. أوكي. طيب أنا ممكن طيب أقول يا أستاذة. أسي أنا شبكتي كويسة يا دكتورة؟ أيوة ممتازة روى تفضلي. أوكي طيب أوكي. في الجيلاني قال ما بقدر أتعامل معه ومتعب جدا وبيفقدني السيطرة وما بقدر أركز، ده غير الطاقة السلبية. صحيح. تمام. وفي عسجد قالت شوية ضيق. أنا حبيت أشارك برضو فقلت بحاول إني أتجنب أصطدم به أو أتعامل معه بسبب المشاعر السلبية اللي بحس بها. بالضبط. يعني شوفي كلكم الحاجات اللي خطيتوها دي كل حاجات أنتوا حسيتوا بها مع مراعاة إنه إحنا قلنا إحنا لسه ما تكلمنا، الشخص ده بس جمر قدامنا. يعني شوف الـ القوة والخطورة بتاعت المشاعر دي، وهي بعد شوية هي اللي بتبقى قايدانا. كويس. فمن الطبيعي جدا الحياة كلها اللي انتوا قلتوها دي واللي هي بتتلخص في الكلاود اللي قدامنا دي، الواحد بحس انه هو متوتر وقلق وحاسس انه محتاج زي حيطة كده تفصله من الشخص ده. وزي ما قلتوا بتكونوا عايزين تتجنبوه وبتحسوا بطاقته السلبية. دي كلها الحاجات دي إحنا ما دخلنا في أي كلام، ما دخلنا في أي مجادلة مع الشخص ده، معناه إنه الحاجات دي بتتولد حتى من غير ما إحنا نتكلم مع بعض، حتى من غير ما تحصل interaction. ودي حاجة خطيرة جدا هنشوفها لقدام. يلا في نفس الإطار ده من غير ما برضو نتكلم مع الشخص نحاول نتخيل لو جينا مارين بشخص، الشخص ده بقى عندنا يعني رؤية عنه إنه لا يعني زول فعلاً متمكن وعاطفياً بيعرف ويعمل شنو ويقول شنو متين بالضبط. برضو نشوف ممكن حنحس بشنو في الوقت ده. في الشات برضو في حاجة لسه طيب أنا ممكن أجاوب أقول حاحس إنه حابة إن أنا أجي وأخذ منه طاقة إيجابية. في عسجد قالت بحاول أفتح معه حوارات. بالضبط. صحيح. بنكون عايزين لسه نتكلم معه، يعني إحنا ما تكلمنا، لكن حتحسي إن أنت مثلا عايزة تجيفي وعايزة تتكلمي، ولا الشخص الأول ده إحنا هنحاول نتجنبه بسرعة كده. لو جينا مارين ببعض خلينا نمشي بسرعة وما نتكلم مع الشخص ده. وحاجة أجين طبيعية جدا إنه إحنا نحس إنه يعني متشجعين إنه نتكلم معاهم وفيل كومفورتبل، يعني إنه عادي أنا عايزة to engage لمعاملة مع الشخص ده. ليه؟ لأنه من الأول أنا حاسة أو عندي حكم إنه الشخص ده ذكي عاطفيا، أو يعني بيقدر إنه to connect مع الناس الباقيين. طيب بس عشان يعني نقدر نفهم أكثر إحنا قصدنا شنو بالإيموشنال إنتليجنس، لأنه في لغط كثير إنه الإيموشنال إنتليجنت بيبل دي للناس الظراف مع الناس الباقيين، وال you know people person زول بيكون هو إيجابي جدا، زول بيعرف يتكلم إكستروفيرت، يعني بياخد طاقته من حوالينه ما من جواه. بس في ناس كثير بيفتكروا أو بيخزلوا المفهوم بتاع الايموشن انتليجنس في الحاجات دي بس، لكن هو الذكاء العاطفي ده ما كده. الذكاء العاطفي هو قدرتنا انه
نقدر نميز عواطفنا إحنا الشخص نفسه، يعني في كل لحظة أنت تكون حاسي أو عارف مشاعرك هي شنو. أنا عارفة أنا شنو اللي بيزهقني وشنو اللي بيبسطني، ولما أكون زهقانة بتصرف كيف، ولما أكون مبسوطة بتصرف كيف، وبقدر أقرأ نفسي والناس اللي حواليني. يعني الإيموشنز دي زي الكودز كويس، يعني أنت لو ما قدرت تفك اللغز بتاع الكودز بتاعتك أنت شخصيا، ما مفروض تتوقع إنه الناس اللي حولك يقدروا يفهموك إذا أنت ما فاهم روحك. ما نلوم غيرنا لو ما فهمنا، صح؟ الجود نيوز إنه الحاجة دي زيها زي أي مهارة تانية بنتعلمها. أي في ناس مولودين ما شاء الله عليهم، يعني مولودين بالهبة دي، يعني emotionally intelligent، بيقدروا يتحكموا في مشاعرهم، بيقدروا يقروا الناس اللي حوالينهم، بيقدروا يقروا نفسهم بصورة أسرع من الباقيين. لكن ده ما بيمنع إنه حتى الناس اللي ما emotionally intelligent يقدروا يتعلموا السكيل دي ويتمرسوا فيها، وهي زي العضلة، يعني كل ما أنت ريضتها، كل ما ركزت معها أكثر، كل ما قدرنا إننا نستفيد منها. طيب، في دراسات اتعملت ولقيت إنه الناس زي ما قلنا بيقدروا إنهم يعرفوا مشاعرهم سواء كانت positive أو negative، سواء كانت المشاعر دي يعني طيبة وpleasant أو ما pleasant، يعني فيها غضب وفيها سلبيات وكذا، لكن أيا كانت المهم إنه في إدراك بالمشاعر دي. لقوا إنه الناس دي 30% أكثر إنهم ما تحصل لهم الحاجات اللي حنشوفها تحدي. They are less likely to choose numb when they are stressed، يعني لما يتعرضوا لضغوط، ضغوط الحياة الكثيرة جدا، في ناس بتقوم تختار سلوكيات معينة، يعني هي بيقولها الكوبينج سكيلز، سلوكيات تأقلم. فالناس اللي بيعرفوا المشاعر بتاعتهم دي وقاريينها كويس بيكونوا أقل يعني عرضة لأنهم يقوموا يلجأوا لموضوع التخدير ده، اللي هو الواحد كأنه بيخدر مشاكله. وبالذات منطقة التخدير دي is very interesting، لأنه الواحد لما يسمع كلمة numbing أو تخدير ترجمتها بيفتكر إنه دي بس الواحد يمشي للإكستريمز، هو مثلا يا يبقى بيمشي ياخد مخدرات أو بيشرب أو بيدخن أو الحاجات البعيدة دي. لكن numbing ده ال interesting fact فيه إنه بيبدأ من استعمالك للسوشيال ميديا، الساعات اللي بنقعد فيها في السوشيال ميديا دي كله ممكن يتحسب على انه هو نمي. احنا بيزيكلي بنهرب من مشاكل ومشاعر معينه لاي حاجه بتفوت حدها. يعني اي زول فينا مدمن لتليفونه هو بيحاول يتجنب حاجه معينه، ممكن تديري كده. النمينج ده ممكن يكون الساعات الطويله watching TV، التلفزيون والمسلسلات الوحدة ورا الوحدة، بالذات حسي الابليكيشنز شاهد ونتفليكس والذي منه، ده بنزل لك السيري كلها، وبتلقى الناس unfortunately قاعدين بيحضروا مسلسل ورا مسلسل، بيضيعوا في زمنهم وهم actually يعني بيحاولوا يفصلوا بيحاولوا يهربوا من الحياة الكتيرة المفروض يتعاملوا معها. فأجين الدراسة دي ورتنا إنه يعني 30% less likely إنه الناس دي اللي عندهم دراية بمشاعرهم إنهم يقعوا في الفخ ده. الحاجة الثانية إنه يعني they are less likely برضو لإنه ينفجروا إذا تعرضوا للستريس، لأنه بنشوف ناس كثير جدا وبستغرب، لإنه في ناس بيقول لك يعني بكل فخر كده أنا عصبية جدا أو أنا عصبي. طيب إذا بوليتهم فاستتروا، يعني العصبية دي ما حاجة إحنا بنتفاخر بها، أوكي؟ وهي يعني بيزيكلي الزول اللي بيقول أنا عصبي ده بيكون أوكي إنه لما يتعرض لضغوط ينفجر في الزول اللي جنبه، وكأنه بيحمل ذنب
حاجة مشكلة تانية للشخص اللي قدامه ده، أيا كان الشخص، ممكن زميل في الشغل، ممكن سباوس في البيت، ولا أطفال، أو أي شخص. برضو الناس اللي قلنا عندهم good grasp للمشاعر بتاعتهم، بيقدروا يتحكموا في موضوع القلق والأرق، اللي هو يعني بقت حاجة يعني ماظن. يعني في شخص ممكن حس يقول إنه خالص ما حصل عاش قلق أو توتر أو كده. فأجين كل ما إحنا نكون يعني عندنا دراية أكتر بمشاعرنا وبالمراحل المختلفة اللي ممكن نمر بها كل يوم، كل ما بنقدر نتحكم أكتر برضو. والنقطة الأخيرة إنه they're more likely to act appropriately in social situations، يعني لما يتعرضوا يعني في الـ situations الاجتماعية عموما، بيقدروا to handle روحهم بصورة كويسة. يعني زي ما بقولوا، يعني بيقدروا يقولوا شنو امتين. دي برضو واحدة من الميزات اللي بتميز الناس الأذكياء عاطفيا. دراسة مهمة برضو، وبالذات بتهمكم انتو في المرحلة دي في حياتكم، انه 80-90% من المهارات والكفاءات الناس بيكتسبوها او الناس بيستمتعوا بها هم في مكان الشغل، 80-90% منها مرتبطة ارتباط مباشر بمقدراتهم أو بدرايتهم العاطفية أكثر من الذكائية. يعني الـ emotional intelligence هنا بتلعب دور أكثر من الـ IQ، أو اللي هو المقياس بتاع الذكاء بتاع الشخص. وبنعرف كده إنه زي ما قلنا في الأول، ممكن واحد يكون يعني technically مقتدر جدا جدا فنيا وتكنيكالي، هو عارف جدا وعنده دراية كاملة بالحاجة اللي هو شغال فيها، سواء كان مهندس أو دكتور أو أي مجال كان. لكن بنجي نلقاه في حتة الـ emotion intelligence دي، ما قادر يبني علاقات في الشغل، ما قادر to connect مع الناس بصورة تخليهم يكونوا عايزين يساعدوه. يعني بيكتسب أعداء بدل ما يكتسب أصدقاء حتى في الشغل. وكل ما مشينا زيادة في المجال، في مجالات في البروفيشنال لايف، بنعرف إنه يعني زي ما العلم والتكنيكاليتيز مهمة، الكونكشنز، النتوركينج، إنك أنت تقدر تعمل شبكة بتاعت علاقات تدفعك لقدام، مهمة زي إنك أنت تكتسب مهارات وقدرات في الشغل. فقدر ما تقدروا تركزوا على الجانب الايموشنال والسوشيال في الشغل، قدر ما حتستفيدوا وحتقدروا تلقوا ناس يساعدوكم في الكارير بتاعكم. في اي سؤال سو فار ولا ماشيين كويس؟ ماشيين كويس يا دكتور. اوكي طيب، الاكسرسايز ده يعني مينلي قاعد نعمله عشان ننبه الناس للأهمية بتاعت الـ emotional awareness، في إن نقدر to regulate ونقدر نتحكم، ويكون عندنا يعني القدرة إنه إحنا نشكل مشاعرنا بالصورة اللي إحنا عايزينها. ففي دراسات بتقول إنه يعني قدرتنا في إننا نتحكم على مشاعرنا بتعتمد directly بمدى الـ vocabulary اللي عندنا، الحصيلة اللغوية بتاعتنا بتاعت المشاعر بتاعتنا، قدر ما تكون هي غنية وثرية قدر ما إحنا هنقدر نعبر. وأنا لما شفت الكلام ده يعني شلت همنا شديد، لأنه أنا ما عارفة، ممكن تتفقوا معاي ممكن ما تتفقوا معاي، وباي أول مينز ما تفهموني غلط، أنا ما بحاول أهاجم مجتمعنا أو الكوميونيتي بتاعتنا، لكن دي الحاجة اللي أنا شخصيا مثلا عشتها.
اللغة بتاعتنا السودانية، اللهجة بتاعتنا بتفتقر، أو يمكن المستعمل منها للحتة بتاعت الإيموشنز، يعني ما عندنا كثير، ما عندنا فوكابلري كثير، الحاجة اللي بنستخدمها بسيطة جدا جدا، يعني ممكن أقول يا مبسوطة يا زهجان، يا مبسوطة يا ما مبسوطة. وكمان طبعا حسي في الدارجة والسلانج بتاع الشباب في تيرمز كثيرة جدا، يمكن دي تساعدنا أكثر كمان، يعني هو ما مشكلة الترم الموجود يكون شنو، لكن مهم يكون في ترم، يعني مثلا زي كلام مدبرس ولا قافلة معاك ولا كده، دي كلها ترمينولوجيز ومشاعر احنا بنحاول نترجمها، which is fine، المهم هي تكون فيه، حتى لو انها مثلا ممكن تكون ما مقبولة او ما رسمية to some extent، لكن المهم انه يكون عندنا حاجة نقدر to articulate، نقدر نعبر بها عننا، ما ممكن احنا بس نكون يا مبسوطين يا زعلانين يا سعيدة يا تعيسة، لا، يعني in between them في كمية من المشاعر، قدر ما إحنا قدرنا إنه نغذي وننمي الفوكابلري بتاعتنا من النقطة بتاعت المشاعر دي، قدر ما إحنا هي زي ما قلت في الأول، اعتبروها حاجة زي الديكودينج، لو في ناس بتوع اي تي معانا هنا، الموضوع بتاع الايموشنز ده اكزاكتلي زي الديكودينج، فانت لو ما عندك اللغه ما حتقدر تفك الالغاز، صح؟ طيب عشان نلعب اللعبه دي او الاكتيفيتي دي، لو معاكم ورقه وقلم، اي واحد لو معاه ورقه وقلم او حتى ممكن تستعملوا التليفون بتاعكم في النوتس، عايزاكم تاخذوا نفس عميق كده و ترجعوا بذاكرتكم 24 ساعة، أوكي؟ من حسي مثلاً حسي عندكم الساعة 9 و9 ونص whatever الساعة حسي كم، أرجع لغاية نفس الزمن امبارح، ونحاول كلنا نخط لستة بأي مشاعر إحنا مرينا بيها في 24 ساعة الفاتت دي، نحاول نشوف نعمل تيست للفوكابلري بتاعنا، اي ايموشنز مريت بيها من امبارح لغايه الليله نحاول ننزلها في ليست، نشوف احنا قدر شنو عندنا فوكابلري. لازم كلكم تكتبوا، نكون تمينا تقريبا 40 ثانية لدقيقة، أوكي؟ في أي زول فينا لسه بتاعته فاتت 10، فاتت 5، ناس 1 و2 ما معانا، طيب هنساعدكم شوية في تقريبا في الثمانينات، وشوف يعني احنا لما يعني ندرك انه الساينس ده بدا من الثمانينات، يعني يمكن قبل الثمانينات، لكن في الثمانينات بدوا يطوروا فيه، بنحزن انه احنا مثلا يا دوب في مننا بيكتشفوه حسي، وفي ناس ما مكتشفينه لسه ولا سمعوا بيه مثلا، فدي حاجه مهمه جدا، احنا نفضل دائما مطلعين، نفضل دائما عايزين نعرف شنو الحاصل في الدنيا، شنو الليتست ريسيرش، ولا شنو آخر دراسات بتقول شنو، بعدين دي بالذات الحياة دي عنا نحن، يعني مهم إنه الواحد يعرف عن نفسه قبل ما يحاول يعرف عن باقي الحياة الكبيرة. يعني المهم في الثمانينات التو ريسيرشرز دير سايكولوجيست طلعوا بالحاجة دي اللي هي اسمها الإيموشنال ويل أو الويل أوف إيموشنز، متأكدة ممكن برضو نلقاها مترجمة، بس unfortunately أنا ما عندي هي مترجمة، لكن ممكن أكيد يعني بعض منكم يفتشوا يلقوها، هي اسمها emotional wheel، والساينتست ديل بيفتكروا إنه كل المشاعر بتاعتنا بتلف بين 7 ل8 مضادات،
اللي هم في السنتر ديل، ومنهم بتطلع two other circles فيها كمية من الإيموشنز، ودي كلها كل واحد في الإيموشن ديل مستقل بنفسه. يعني لما نقول مثلا angry، ما في حاجة اسمها angry وبس، anger ده ذاته، الغضب ده ذاته، خشم بيوت زي ما بنقول، درجات وحاجات كثيرة جدا جوا الغضب. أن تكون أنت زعلان، ممكن تفصل الزعل ده جاي مارج من وين، ياتو نوع من الزعل، هل هو إحباط، هل هو خذلان، هل هو، يعني في كمية من الكلمات إحنا ممكن نفسر بها ونعمل ديكودينج للإحساس بتاع الغضب الجوان. وبالمقابل برضو السعادة وكل باقي المشاعر. فكل ما إحنا بقى عندنا يعني حصيلة لغوية أوسع وأكبر عن المشاعر اللي بنحس بها دي، كل إحنا قدرنا نفك الكولز دي. وبمجرد يعني في حاجات بمجرد ما أنت تعرفها خلاص، يعني زي كأنه لوس بتقدر تحله. زي مرات كثيرة جدا الأطفال بيكونوا زعلانين جدا جدا وغضبانين، وبينطط من هنا لهنا ويخبط وبتاع، وفي النهاية تكتشف إنه هو كل الموضوع ده إنه مثلا جعان أو تعبان محتاج إنه ينوم، لكن ما عارف إنه يعبر، وعشان كده لخبط الدنيا دي كله. فحسي بعد ما تعينوا للويل دي وتديكم شوية أفكار زيادة، أنا عايزاكم ترجعوا للليست الأولى اللي كتبتوها وتحاولوا تكتبوا أكتر من المشاعر اللي أنتوا شايفينها هنا أجين في الأربع وعشرين ساعة الفاتحة. يعني مثلا لو الليست بتاعتنا قبل كان فيها ثلاث مشاعر بس، أتمنى إنه حسي ممكن تعملوها ستة بعد ما عينتوا لـ other options. وناخد برضو دقيقة تانية. في ناس يا أستاذة already قالوا كتبوا عشرة. ممتاز. جبال ولا حسي بعد الويل؟ جبال. تمام، بدهم كتبوا عشر جبال، بعد الويل دي حيقدر يكتبوا عشرين. فالفكرة بتاعت الويل دي إن هي بتديك أفكار زيادة، بتقدر إنه يعني توسع لك المفهوم بتاعك بتاع كل واحدة من المشاعر اللي أنت حسيتها أو كتبتها جبال already، بتقوم تلقى هنا يعني مفردات أكتر تقول بالضبط ده اللي كنت حاسه بيه مثلا، وهكذا. اوكي، سو لو قدرنا انه من الويل دي نضيف زياده للليست الجبال كتبناه، تمام جدا. هسه حنزح الويل اسايد ونرجع للخطوه الثالثه والاخيره في الاكسرسايز ده. واجين التارجت من الاكسرسايز ده انه فعلا يدينا اللغة ومفردات زيادة نقدر نفك بها الكودز بتاعت الأحاسيس الغريبة المرات بنحس بها وما بنقدر نترجمها، وأي حاجة ما بنقدر نعبر بها أو نترجمها، يعني بتكون ستراجل، بتخلينا كده يعني حاسين بعدم رضا وارتياح. تمام. الخطوة الثالثة هنا، يعني احنا عملنا شنو؟ رجعنا 24 ساعة وقلنا أوكي، في 24 ساعة دي أنا دي المشاعر اللي كنت حاسة بها، سيئة أو لطيفة، أوكي، ولقينا الويل دي وقمنا زدنا زيادة لأنه بقى عندنا فوكابلري أكثر. الخطوة الثالثة اللي حنعملها، حنعمل تيك أو صح على الليستة. يعني عندك لستة أنت كتبتيها بلتسي خمسة مشاعر حسينا بين من مبارح لليلة، عايزاكم تعملوا تيك جنب البرودكتيف ايموشن من اللي انتو حسيتوا بها امبارح. برودكتيف يعني شنو؟ يعني كانت مثمره او كانت منتجه، يعني استفدنا من المشاعر. وده بيقودنا لنقطه مهمه جدا انه المشاعر اللي بنحس بها كل يوم دي، اوكي، بعض منا قاعد يكون مثمر ومنتج ومفيد، وبعض منا بيكون غير منتج تماما ومعطل وهدام. اوكي، بيقول لها helpful or helpful or harmful. اوكي، يا اما بتكون مشاعر مفيده وحتدعمنا، او حتكسر مجاديفنا وحتحبطنا.
هي هتكون helpful يا harmful. خلاص. طيب كيف helpful و harmful؟ ومرات كثيرة بنفتكر إنه مشاعر معينة دي سلبية وما كويسة، لكن السؤال ده بيدعونا لإنه نفكر فيها بعمق أكتر. يعني مثلا لو أخذنا الإحساس أو الإحساس بتاع الغيرة، أوكي، أغلبية الناس بيفتكروا إنه ده إحساس سلبي جدا وسيء وما كويس، وما شرط كويس، لأنه نفس الإحساس بتاع الغيرة ده ممكن اتنين ياخدوه بصورة مختلفة. ممكن لشخص يكون إحساس الغيرة في الجلسة دي كان very helpful، ولشخص تاني كان very harmful. كان helpful للزول البيجت الغيرة دي دافع لأنها هي تنجز وتحاول تبقى زي الزول التاني دي. في الحالة دي كان الإحساس ده بالرغم إنه هو الناس بيعانوا له بصورة سلبية، لكن كان منتج، كان productive. ليه؟ لأنه دفعها لأنها هي تعمل زيادة. بيبقى harmful لمن يبقى إحساس الغيرة ده يجرنا للحسد وللمقارنة وليه هي ما أنا والكلام ده. دي حاجات حتكون very harmful وحتخلي زول واقف محله. تمام. الحاجة الثانية مثلا نفكر في الانزايتي، في القلق أو التوتر. أوكي، القلق أو التوتر ده نفسه اللي أنت بتحاسي به مبارح، إتنان تحدد هل هو كان productive ولا non-productive. القلق والتوتر بيكون productive لما يبقى الحافز والدافع بتاعنا لأننا ننجز، زي الغيرة بالضبط. يعني أنت لو عندك امتحان بكرة وبقيت متوتر ومقلق شديد جدا، التوتر والقلق ده يا إما حيدفعك لأنك أنت تقعد ساعات زيادة وتحاول تشرب قهوة to keep up وتخلص وتسأل الناس اللي حوالينك وتشوف المساعدة من هنا ومن هنا وتنجز وبكرة تعمل الامتحان كويس جدا جدا، أو نفس إحساس التوتر ده لناس تانين هيكشلوا وحيبتدي يفكر إنه كلها عندي كم ساعة ومستحيل الحق ولا وأنا كده كده صاقط وعلى شنو، وحتقفل وتحتفل. فلازم نميز الحاجات اللي بنحس بها كل يوم، نميز شنو منها اللي احنا خليناه يكون productive وشنو منها اللي خليناه يكون ما productive، harmful و helpful. والحاجة يعني الغريبة انه هو نفس الإحساس لكن بإيدنا احنا انه to reframe it، وإما نخليه هو الدافع لنا أو هو اللي يكسر مجاديفنا ويجر لنا تحت. تمام؟ أي reflections before we go؟ لا، ممتاز جدا. في ناس قالوا بعد إنهم هم زادوا وصل معاهم لعشرين 25. ممتاز. أوكي. طيب ده ريفلكشن على الاكسرسايز اللي فات، انه احنا طيب الحاجات اللي حسينا بها امبارح دي البرودكتيف فيرسس النون برودكتيف، دي يا جماعه دي ادراك كبير جدا. يعني بتذكر اول مره اعمل التمرين ده يعني خفت كده، لانه اللي جيت انه كان في كمية من الإيموشنز اللي أنا حسيت بها، لكن unfortunately أغلبها كان ما productive، ما عملت بيه أي حاجة غير عطلوني. فبتمنى إنه كلكم تعملوه بصورة يعني very transparent، خليك صريح جدا مع نفسك وتذكر إنه الحياة دي ما بزول شايفة، ما بزول عارفة. دائما يعني الإيموشنز والحياة دي حياة very deep وبين الواحد وبين نفسه، فلازم يعني دي أول خطوة في إنك أنت تصل للسلف أويرنس وتقدر تماستر المهارة بتاعت الوعي والإدراك بالنفس وبالذات. دي أول خطوة منها، إنه أنت تكون دائماً على دراية بالحاجات اللي أنت حاسي بها. أوكي،
وبمجرد ما انت يعني احنا زي ما قلنا هي كودز، اول ما نبدا نفكها واحده بتجر الثانيه وواحده بتوصلنا للبعد، لانه اول ما احنا قدرنا to name الايموشن دي بيقولها بالانجليزي name it to be able to tame it. التيمين يعني هو الترويض، يعني انت ما حتقدر تروض المشاعر دي الا لما تقدر to name it. الاول لازم تسميها عشان تقدر تروضها وتطوعها على الحاجة البست فور يو. خلاص الحاجة الثانية، بمجرد ما احنا نقدر نسمي المشاعر دي هنبتدي نقدر نربطها بالسلوكيات اللي تتعكس لنا. طيب متين لما نحس بالحاجة بيته حاجة انا سلوكي بيتغير بك كده او كده او كده. So المشاعر مربوطة ارتباط دايركت بالبيهيفيرز، هي بالسلوك بتاعنا. طيب فكل ما احنا قدرنا نعرف حياتي احنا مارين بها، كل احنا قدرنا نعرف احنا بنظهر وبنجي بيات السلوكيات، وبتتولد عندنا بيات السلوكيات لما الحاجات دي نمر بها. All emotions are to serve us، ودي حاجة برضو مهمة، يعني زي ما قلنا احنا ما عايزين نفكر انه والله المشاعر دي حاجة، يعني ما عايز انا احس باي مشاعر سلبية ودي حياة سلبية وانا ما عايزة دايما الحياة تكون بوزيتيف. كل دي ما حاجة واقعية، زي ما بقولوا ما عايشين لنا في حياة بمبية ولا هو وردية، فدي ما حاجة واقعية. احنا نعرف انه المشاعر دي are all welcomed، احنا نرحب بين كلهم السلبيات منهم والإيجابيات لأنه بإيدنا نطوعهم. الحاجة الثانية إنه المشاعر السلبية دي بيقولها call for actions، يعني هي زي منبهات، زي حاجة تضرب لك جرس، حاجة بتقول لك إنه something is going wrong. خلاص يعني مثلا تذكر أي مواقف حصلت لك أو حصلت لكي، بتلقى إنك لما حسيتي إحساس معين، لما جاكي الغضب، لما جاكي الزهج، لما جاكي الحاجات دي كلها سيجنالز لإنه أنت محتاجة تاخدي أكشن، محتاجة تغيري طريقك، محتاجة تحددي أهدافك في اتجاه تاني، محتاجة تشتغلي زيادة على روحك في الحياة، محتاجة تشتغلي زيادة في علاقتك مع ناس معينين. فإحنا نعين للمشاعر والعواطف دي كلها كشنو؟ ك calls for actions أو يعني إجراس تنبيه و إجراس تنبيه. okay. طيب السلايد دي مهمة جدا، بنعكس فيها الفكرة المهمة بتاعت إنه إحنا عايزين to respond ما عايزين to react. يعني شنو؟ يعني عايزين إن إحنا نكون بنقدر نتعامل مع الحاجات ما بالانفعالية. أوكي، لما تظهر لنا ال stresses بتاعت اللايف دي، لو إحنا طوالي يعني انفعلنا ونطينا في الموضوع وشلناه وجرينا بيه، إحنا كده بنكون انفعاليين and we just reacted instead of responding. إحنا عايزين إنه إحنا نكون يعني بندي روحنا يعني فترة لإننا نتجاوب ونتعامل مع المواقف، أوكي؟ ما بس نكون reactive. طيب الـ emotions دي دائما، المشاعر دي بتكون دائما مرتبطة بحوائج معينة، أوكي؟ وهي زي كل مشاعر بتجي بتكون مولدة معاها تندنسي معينة، يعني زي بتجرنا بالغصب كده لميول معينة. أوكي؟ مثلا الأنجر، الغضب، ممكن الغضب ده يولد عندنا حاجة شديدة لأنه إحنا to attack، عارفين اللي هي الثلاثة reactions اللي بيقولوها flight, flee or freeze، اللي هي مرات الواحد يعني الـ impulsive reaction بتاعه، الـ reaction اللحظي اللي بيجي أول ما تحصل المشكلة، بيكون
نكون يا عايزين ان احنا نهاجر، يعني مثلا زي لو انت واقف كده وزوجها اداك كف، اوكي الرياكشن بتاعنا يا اما حنديه كف راجل والهي دي اتاكين، يعني احنا حنهاجم في نفس اللحظه ما حتفكر مرتين، الدوب بنيه حتديه بنيه. في ناس الرياكشن بتاعها بيكون مختلف، بتقوم يعني دي فريز، بيحصل تجميد كده، يعني الواحد ما بيعرف يقول لك انا وقفت في محلي ما عرفت اتحرك. والرياكشن الثالث اللي هو ويفلي، بتهرب من الموقف كله او من الظرف كله. فهي دي دائما الثلاثه رياكشنز لاي ستريسرز، اي ضغوطات احنا بنتعرض بها بنحاول نتعامل معاه بواحد من الثلاثه افعال دي، يا اما بنهاجم يا إما بنجري نسيب الموضوع كله، يا إما بتحصل لنا الشوك بتاعت الفريز دي، أوكي؟ ولأن إحنا ناس مختلفين دايماً هنتعامل وحيكون عندنا ميول مختلفة، والاختلافات دي دايماً بتجي الباترنز دي بتجي نتيجة لعوامل مختلفة، هي الثقافات بتاعتنا المختلفة، القومة لكل زول فينا قدامه، المكانة الاجتماعية والتعليم بتاع كل شخص فينا والتاني هيأثر على الميول اللي هو حيميل ليه أو الباترنز بتاعته. بعض مننا وبيزد على الفاكتورز اللي احنا قلناها، العوامل اللي قلناها هي الثقافية وبتاع التربية والبيئة اللي كنا محاطين بها واللغة نفسها، دي هتأثر في اختياراتنا لما نجي نتعامل في اللحظات الحرجة أو اللحظات بتاعت الضغوط دي. بعض مننا هيجيوا للنومينج اللي هو تكلمنا عليه في الأول، اللي هو بتخدر نفسك وبتحاول أنت basically you're avoiding a situation، بتحاول تتجنب الأمر كله بأنك أنت تشغل نفسك وتفصله من الواقع بتاعك. أو الشاندليرينج اللي هو ده زي يعني شنو بتقوم توصلها للسماء زي ما بقول، أوكي؟ عندك مشكلة صغيرة ما عارف تتعامل معها، تبتدي تكورك وتشاكل وتكسر وتضرب وبتاع، ده انت برضو هنا بتحاول تهرب لكن بطريقة definitely ما صحية. bouncing hurt اللي هو يعني انا زي ما بتأذي عايزة أذي غيري، سمعت كلمة جارحة بسرعة هجرح الزول اللي قدامي بكلمة أتعب من اللي أنا سمعت. والدينايل ده بتاع الناس الرايقة جدا اللي بتقول لك لا لا ما في مشكلة، ما في مشكلة خالص، ودي ما مشكلة وحنحلها وكذا، لكن هي المشكلة قاعدة وما بنحلها وإحنا بنهرب من الموضوع كله بالدينايل دي، يعني بننكر الموضوع كله يعني. طيب أهم حاجة إحنا عايزين نوصل لها إنه إحنا نكون على علم ودراية بالتريجرز بتاعتنا، شنو من الأول بيصير غضبنا وبيصير يعني ضغوطاتنا وتخلينا نتعامل بوحدة من الحاجات اللي قلناها فوق. كل ما إحنا بيجي عندنا دراية لأنه شنو بيغضبني، أنا لازم أكون عارفة عشان يكون عندي بلان بي، عشان أكون عاملة حسابي شنو بيغضبني لما أحس إنه الناس ما بتحترمني، لما نحس إنه صوتي ما مسموع، لما نحس إني أنا ما موجودة، لما نحس إنه زول حجر بي، لازم كل زول فينا يعرف التريجرز بتاعته بالضبط شنو، أوكي؟ وشنو اللي إحنا ما بنحب إنه يحصل، يعني عادة شنو الحاجات اللي لما تحصل قدامنا قاعد توترنا، لازم كلنا نكون عارفين كده ونونس بها روحنا كفاية جدا قدر ما نقدر. Okay. So, الخطوة الأولى نعرف التريجرز، نعرف شنو اللي بيغضبنا ويوترنا ويزعلنا، وما تقولوا يا إحنا عارفين إنه عارفين اللي بيزعلنا لازم يعني نعرف أكثر وأكثر وأكثر، وبعد كذا نحاول نلقى الكوبينج سكيلز اللي هو قلنا مهارات التأقلم، أوكي okay. نحاول يعني consciously بوعي وإدراك كامل نختار مهارة التأقلم اللي بنكون بيها فعلا بنتعامل مع الوضع، ما بس يعني ما بس reacting، اوكي. واحنا اتفقنا انه الثلاثه حالات اللي هي بتاعت fight freeze او flee،
كلهم ما أحسن الخيارات اللي عندهم، وديل كلهم impulsive، يعني ديل كلهم بيحصلوا من غير وعي من غير إدراك. كل ما إحنا بقينا يعني في ليفل أعلى، كل ما هندي نفسنا وقت to react. مرات الوقت ده يعني بس نفس تقيل، ولا نشوف الناس الكبار زمان لما يشيل نفس تقيل كده ويقول استغفر الله العظيم، وبعده يحاول. دي بس يعني مرات المخ بيحتاج بس gap بتاع few seconds عشان يختار الاختيار الأنسب في اللحظات بتاعت الضغوطات دي. فكل ما احنا عرفنا أكثر عن الحاجات دي، كل ما هنقدر نتعامل بصورة أكثر، ونقدر to really master challenges اللي بنلقاها في الشغل ولا في البيت ولا في حياتنا in general. We're okay ولا في أسئلة أو شيء؟ أيوة في أسئلة. Okay. طيب أنا هبدأ بالأسئلة اللي لها علاقة بالجزئية الفاتت دي. في مريم سألت، قالت ممكن السلوك ده يتغير لو أنت مثلا كنت شخص هجومي، هل ممكن تتحول لزول بيكبت أو بيهرب؟ أنت شخص هجومي ممكن تتحول لزول بيكبت أو بيهرب. شكرا جزيلا مريم، أول شيء ده سؤال مهم جدا. والحقيقة الانترستينج إنه الثلاثة، يعني تحولتي من هجومي لذول بيهرب أو بيكبت، إحنا الثلاثة ما دايرين لهم. هو لو أصله هيتحول، عايزين إنه يتحول لشخص بيقدر من ما إنه يكون هجومي، لأنه بيقدر يدي روحه يعني وقت ويتصرف التصرف الأنسب للوضع اللي هو فيه. أوكي، لكن إحنا ما عايزين إنه يعني يفضل في رياكتيف. دي كلها رياكشنز ما ريسبونسز، سواء كانت الهجومية أو الهروب، دي كلها انفعالات إحنا ما عايزينها. إحنا عايزين يعني نقدر إننا ندرب نفسنا مرة في مرة في مرة، لما إحنا نصل لحتة إنه إحنا في ستيتس كام جدا، يعني مهما تعرضت لضغوط أنت دائما هتقدري تجيبي نفسك للحتة الصح. ما عارفة إذا قدرت أجاوبك ولا لا، لكن يعني عموما إجابة لسؤالك كون إنه الزول بيقدر يتغير ولا لا، بيقدر يتغير، لكن بما إنه بيقدر يتغير عايزين نغيره للحتة الصح، نغيره للحتة الإيجابية، ما نغيره لانفعال تاني من الانفعالات، لأنه ما عايزين إنه يهرب من الموقف، وما عايزين إنه يهاجم، والثالثة شنو، وما عايزين إنه يعني يكون في free state، يعمل رايح كأنه ما في حاجة حصلت. لا، في حاجة حصلت وعايزين نتصرف فيها بالطريقة الصح. شكرا يا مريم. طيب أوكي، في إكرام قالت أنا بكون عايزة أتكلم فبحس إنه سكوتي أفضل، في حين إنه بيفضل يعني الكلام مكبوت، بتفضل السكوت؟ أي قالت لأنه بتفكر أول في ردة فعل المستمع، إنه لو هي قالت كلام ما يهوى وكده هو يزعل، بغض النظر عن هي حاسة بشنو. أوكي، تاني في مصطفى سهلة أكيد، يعني ده إحساس صعب جدا، لأنه يعني أنت هنا زي عملتي إيثار، يعني أنت فضلتي إنه أنت تسكتي، ما لأنك ما قادرة إنك تردي، لكن لأنه يعني حسيتي إنه الكلام في الوقت ده ممكن ما يصلح الأمور ويبقى انفعال في انفعال، فدي حاجة أكيد ما سهلة. حاجة كويسة لو بتقدري إنه زي ما قلتي ما تكوني تكبتي الحاجة دي والكلام لسه قاعد وخانقك، ممكن تختاري الوقت المناسب لما الناس تهدأ وترجعي، ولازم تفتحي الموضوع تاني. طيب، تاني في مصطفى سأل، قال بكون دايرة أتواصل مع شخص معين بس بلقى نفسي بحس بعدم الارتياح وبكسر حنك في النهاية، الإشكال ده ممكن يتحل كيف؟ واصل، حاول تاني تكسر حنك. يعني أول حاجة شوف، دائما أحسن حاجة بتحصل إنك تكون مدرك أنت عملت شنو. هسي أنا بحييك لأنه
انت you're already aware، انت عارف انه انت عندك pattern معين قاعد تعمله لما تتعرض لموقف معين، ودي هنا دي اول خطوه. انت هسه عارف انه انت بتكون عايز تبدل القصه وبعدين بتتراجع، كونك انه انت يعني مدرك للحاجه دي، دي براك كفايه، معناه انت زي سلطت الضوء على حاجه ولو مهمه فعلا عندك ومقتنع انه الحاجه دي مهمه وحتساعدك حتفضل تحاول لما تتخطاها. لكن مهم انه احنا نكون عارفين اللي بيحصل. اوكي، في سؤال هنا الناس كلها يعني رياكتد له، شكلهم كلهم عندهم نفس المشكله. سألوا أول سألت التبيان أول حاجة، قالت يا دكتورة عندي مشكلة حقيقية مع الانتظار لأهدافي وبكون دائما في حالة قلق. كويس، القلق ده أنت شايفاه productive ولا ما productive؟ قلق كويس بيخليك دائما يعني دائما الفاير فيك، يعني دائما حاسة يعني عندك الانرجي، ولا قلق النوع اللي بياكل فيك؟ زي ما قلنا في emotions كويس إنها تكون موجودة as long as إنها هي ما قاعد تأذينا، يعني as long as إنه إحنا مستفيدين منها. فقلقك ده لو كويس هو شكله قلق بصورة سلبية لأنه الناس كلها reacted sad، يعني ما في صبر. ها أي طول ما احنا شغالين على الاهداف مفروض نكون صبورين. الحاجه الفعل اللي ممكن تساعدنا على الصبر هبه ونعمه عجيبه جدا ربنا ادانا ليها، وهي الخيال. اوكي، يعني نلوك الصبر بالخيال طالما اننا احنا قاعد نشتغل بناخد اكشنز. لكن قصدي انه تقعد تتخيلوا وتامنوا بقانون الجذب والقصص دي ما بتكون productive. لكن إذا أنا عندي خطوات، عندي هدف معين وماشي في خطواته، ماشي في خطواته، يعني I'm already productive، أنا عارف أنا في واحد، أنا هسي في ثلاثة وفاضل لي أربعة وخمسة وستة وسبعة، لكن ماشي إن شاء الله في السكة الميت زي ما بقوله. في الوقت ده بيصبرني إني أتخيل كل يوم، كل يوم بتخيل روحي أنا وصلت عشرة، لو عشرة هو هدفي. فأكثر حاجة ممكن تصبركم إنكم أنتوا يعني تتخيلوا إنكم أنتوا وصلتوا. وحتى يعني في الدين ذاته الاستجابة، يعني واحدة من شروط الاستجابة للدعاء اليقين بالإجابة، مش كده؟ اليقين بالإجابة ده في إن إحنا نقدر إنه إحنا نتخيل إنه إحنا وصلنا، خلاص إنه أوكي ده هدفي وأنا وصلته وانا ماشي، فكل يوم انا حستمتع بالخيال اللي انا حتخيل انه انا قاعد اصل، ما حكون زهجانه ومتوتره. اوكي، ممكن باقي الاسئله نشوفها يعني لقدام. تمام، اوكي. طيب نعاين شويه للنيوروساينس والعلم بتاع المخ والاعصاب والاضافات اللي هو اضافه لعموما للساينس او الفرع بتاع الذكاء العاطفي. طيب لو عينا للرسمه دي واللي هي بتوضح لنا المخ بتاع البني ادم، وعينا له وكانه هو مقسم، اوكي، الجزء اللي قدام في الجزء اللي قدام في المخ اللي هو بيقول له البريفرونتال كورتكس، واللي هو مسؤول من التفكير، من الابداع، من حل المشاكل، من التعليم، العلم. احنا واحنا بنتعلم هسي هوبفولي واحنا قاعدين في السيشن دي كلنا الجزء اللي قدام ده هو الاكتيف وبلينكينج. اوكي، الجزء اللي ورا هو بيقول له الليمبيك برين او الليمبيك سيستم، هو اللي بيعتمد على الحاجات الفطريه، بيعتمد يعني الحاجات اللي احنا ما عندنا شغل كتير فيها، هي زي التنفس والهضم والحاجات دي، ما عندنا يعني قوه عليها. اوكي، الانترستينج في الدايجرام ده بيورينا انه يعني زي ما يعني المخ الجزء القدامي من المخ والخلفي ديل قاعدين كده، بيجي الجزء في النص ده اللي هو الأميجدلا،
أو السنتر المسؤول عن المشاعر بتاعتنا، وسبحان الله قاعد متسلطن بالضبط في النص كده، يعني ماخذ موقع في مخ البني آدم very special، وزي كأنه يعني directing الأوامر يمين ولا شمال. زي ما قلنا الليمبيك برين ده جزء منه برضو مسؤول من شنو؟ مسؤول من الانفعالات اللي احنا قلناها قبل دي، اللي هو السيرفايفل مود، هو اللي بيفعل متين احنا نكون في حالة بتاعت يعني دفاع وعايزين بس نحمي نفسنا. تمام؟ فالحاجة اللي احنا عايزين نفهمها هنا إنه our emotional brains has as much greater power، يعني هم ال emotional brain ده أسرع بكثير جدا وأقوى من thinking brain اللي هو قدام هنا، خلاص. وفي مرات كثيرة بنلقى إنه ال thinking brain ده بيكون عبارة عن عبد مطيع لل emotional brain. أوكي، عشان كذا بنسمع عبارات بتقول لك مثلا زي الحب أعمى. أوكي، ليه الحب أعمى؟ هو الحب ما أعمى، بس الحب جاي من الإيموشنال برين اللي هو أسرع من بتاع التفكير. يعني أنا لغاية ما أفكر الشخص ده مناسب ولا لا، أنا أوريدي حبيته. أوكي، الإيموشنال برين is faster than a thinking brain، أسرع بكثير وأقوى، عشان كذا بيصبغ مرات and it takes over. وعشان كده بنسمع عبارات زي مثلا إنه أنا شنو خلاني أقول كده، ولا شنو خلاني أرسل الإيميل ده. حاجات بتحصل قبل ما إحنا نفكر، قبل ما ندي روحنا الوقت ده بنرد بانفعالية شديدة، وبعد ذلك بنرجع نندم. ليه؟ لأنه الجزء المسؤول من المشاعر في الدماغ أسرع بكثير من الجزء المسؤول عن التفكير وكده. أوكي، حاجة برضو مهم نعرفها في النوع ده من الساينس اللي هو الأدوار المختلفة اللي بيلعبها الكونشس والسبكونشس مايند، اللي هو العقل اللاواعي والعقل المدرك أو الواعي. طيب نشبه بين الـ two mental status دين. العقل الواعي ده بتاع الدراية اللي هو بيتركز في القدام prefrontal cortex ده، بيشبهوه هنا بالجرد الصغيروني ده، الجرد الصغير، لأنه هو نشيط، لكن في الحجم وفي القوة والمقدرات هو أقل بكثير من subconscious mind. ليه؟ لأنه يعني basically أي حاجة تشتغل هي عضلة. أوكي؟ أي حاجة تشتغل وقت معين بالذات لو عضلة هتكبر بنفس القدر. الكونشس مايند يعني بيكون أكتف في وقت قليل جدا جدا من حياة البني آدم، والسب كونشس اللي هو مسؤول عن التنفس والعادات والهضم والحاجات الثانية دي كلها، ده شغال 24 ساعة ما بنوم، فهو أوتوماتيكلي حجمه وسيطرته أكبر، عشان كده بيشبهوه هنا بالغوريلا أو بالجرد الصغيرون. الفرق والرولز اللي بيلعبوه الدماغين ديل أو العقلين ديل في حياتنا لازم كلنا نكون عارفين. أوكي؟ طيب الكونشس مايند مسؤول يا جماعة، الكونشس مايند مسؤول من التعليم. إحنا بنتعلم purely عن طريق الكونشس مايند. لما أنا أكون بتعلم، لما أكون عايزة أفهم حاجة، لما أكون عايزة to create حاجة، لما أكون يعني بحاول أبدع وكذا، أنا أكيد هستعمل الكونشس مايند، ما العقل الباطن. أوكي، عايزة أكون واعية ومدركة تماما للحاجة دي، لكن العقل الباطن ده قاعد هو دائما في ظهر الكونشس مايند ده، دائما مراقبة. احنا بنتعلم اي حاجة منه احنا صغيرين صغار بالobservation، انا بتفرج بشوف الواحد بيمشي كيف عشان كيف تعلمت امشي، بشوف الناس بيتكلموا كيف عشان كيف تعلمت اتكلم وهكذا. لكن كيف التعليم ذاته بيحصل؟ كيف بيحصل؟ بالتكرار. العقل الconscious ده بيكون مركز جدا ومنتبه، انا عايز اتعلم حاجة معينة، أول ما شفت الحاجة دي وتكررت علي أكثر من 3-4 مرات
في داخل الأخو الغوريلا ده اللي هو السبكونشس مايند، ويقول للكونشس مايند I've got your back، خلاص يا مان أنا عرفت الشغلة دي وشفتك بتحضر فيها كم مرة الفيلم ده حضرته، بعد كده خلاص أنت اتشغل في حاجة تاني، اتعلم حاجة تاني، أنا هسيب الفايل ده. أوكي؟ السبكونشس مايند بيشيل الفايل ده بيحفظه وخلاص بيتحافظ على كده. ودي يعني سبحان الله دي المقدرات بتاعت العقل المفروض نفضل نحمد ربنا عليها ليل ونهار، كويس؟ لأنه إحنا بنتعلم كل حاجة بالصورة دي، بمجرد ما العقل الباطن يشوف الحاجة كفاية عدد مرات كفاية بيحفظها، وبعد ذاك إحنا ممكن نكون ما منتبهين أو نمشي ننتبه لحاجة تانية. زي السواقة مثلا، الناس اللي بتسوق العربية أو العجلة، أول ما تبتدي السواقة انت بتكون كونشس وماسك الدركسون ولو قابض في العجله شديد ومنتبه جدا يمين وشمال، يعني بكل حواسك انت سايق عشان تكون منتبه، لانه يا دوب اتعلمت الشغله. بمجرد ما السب كونشس يشوف الحاجه دي يحضر الفيلم ده كفايه، طوال تقول للكونشس مايند خلاص بعد ده انا ام تيكينج اوفر. ودي الحالة اللي بنسميها الأوتو بايلوت، اللي هو مساعد الطيار، اللي هو الحالة بتاعت إنه الواحد يكون ما فولي كونشس، ما منتبه بدماغه كلها. يعني ممكن أنت تكون بتعمل حاجة ومركز في حتة تانية، أوكي؟ وبتحصل في السواقة ذاتها، يعني بعد كم سنة من ما الواحد بيسوق أنت ما بتتذكر أنت ركبت العربية 200 ووصلت الحتة دي 200، لأنه خلاص أنا عارف أنا بعمل شنو، وهمشي هنا، همشي يمين، هتغير كده، ما بتبقى منتبه لكل التفاصيل. ونفس الشيء في سواقة العجلة، خلاص بمجرد ما انت بتعرف تسوق السب كونشس بيسوقك، ما بتحتاج لكل الجهد اللي كنا بنحتاجه في الأول. طيب احنا ليه بنتكلم عن الحتة دي، وليه جبنا دخلنا الكلام ده في الايموشنال انتليجنس؟ ليه؟ لأنه أغلبية مشاعرنا والسلوك بتاعنا اللي بينتج عن المشاعر دي قاعد وين؟ محفوظ في فايلات الأخ الكبير الضخم اللي اسمه السبكونشس، أوكي؟ فبالتالي عشان نغيرها كويس لازم أول شيء نعرف إنها هي موجودة. عشان كده مثلا حسي إحنا لما نتكلم عن الحاجة اللي بنقول لها الـ unconscious bias، التمييز وقصة إنه إحنا يعني معلش تاني هنتقد عموما، يعني في بايس كده، وفي مفهوم بتاع انه احنا كشعب سوداني جادجمنتال جدا وبنحب بتوع احكام يمين ويسار. فدي حاجه ما شرط نضغط فيها، انا عارف ان احنا كده، او بالنسبه لي يعني احنا قمنا بكميه من الأحكام بمجرد ما إحنا نعاين للشخص بنكون عايزين نعرف ونخطه في ماب معينة ونقرر هو فيها to social status، يعني في كمية من الحياة بتحصل بمجرد ما إحنا نشوف الشخص قبل ما نتكلم معه، أوكي؟ دي للأسف اتخزلت في subconscious وبقت يعني جزء من الidentity بتاعتنا. لكن الجود نيوز إنه أي حاجة في الدنيا بمجرد ما إحنا نسلط عليها الضوء ونقرر بكلير intentions، نكون ناويين بصدق إنه إحنا الحاجة دي is not working well for us وإحنا عايزين نغيرها، بنقدر نغيرها، تمام؟ لكن يعني جزء كبير من القصة إنه إحنا أساساً نصل لحتة إنه إحنا محتاجين نغير الحاجة، إنه في خطأ هنا وإحنا محتاجين نغير. ما شرط يكون خطأ، يعني إحنا زي ما قلنا إحنا في ثقافات وفي موروثات وفي حاجات كتيرة جدا جدا المفروض نشتغل عليها شوية شوية. زي again هرجع للمثال بتاع ناس الكمبيوتر، احنا السوفتوير ده ما نزل كده ومكفول، لازم يكون في updates، اوكي؟ المفاهيم بتاعتنا دي عبارة عن سوفتوير، احنا لازم نعمل له ابديت، والا يعني هيكون اوبسوليت. احنا في ناس كثير مننا قاعدين بحاجات خلاص عفى عنها الزمن والناس خلوها ومشوا قدام شديد، تمام؟ فلازم احنا نفهم
الرول والمسؤولية بتاعت الكونشس والسبكونشس مايند، عشان نقدر احنا نبتدي نشتغل على روحنا وعلى مشاعرنا وعلى انه احنا ليه بنحس كده، وانه والله انا ما شفت الناس لما نجيب دايما كل الناس اللي حواليني وانا صغيرة كانوا بيتعاملوا مع الضغوطات بالاسلوب ده، فمن الطبيعي جدا انه انا اتعامل مع الضغوطات بنفس الصورة اللي انا شفتها الأكبر مني بيتعامل بيها وأنا قايمة. ليه؟ لأنه السب كونشس خزنها، ما إحنا بنتكلم عن فايلات، عن سوفت ويرز بتنزل وبتتحفظ بالصورة دي، أوكي؟ لكن إحنا يعني وصلنا سن الرشد اللي هو 18 سنة، وأي واحد لما يصل واحدة لما يصل 18 سنة المفروض يقوموا يعملوا أبديت للسوفت ويرز بتاعتهم، يعملوا ريفورماتينج، في واحدين ممكن تخربوه كله يدعوا الاسطوانه دي ما نافعه، في واحدين لازم يعني يعملوا لها ابديت يشوفوا النافع والما نافع والمحتاج يتطور والمحتاج يفضل زي ما هو، في حاجات ضروري نهتم بها هنخليها زي ما هي، لكن زي واجب علينا كبني ادمين ان احنا نفضل بنطور في نفسنا ونعمل ابديت للسيستم اللي ربنا حبانا له. تمام. طيب نجي لحتة إنه طيب بعد الكلام ده كله الـ AI دي هي شنو؟ الـ Emotion Intelligence عبارة عن شنو؟ هي عبارة عن Habitual Practice، عشان كده جبنا حتة الـ Subconscious Mind لأنها هي عادات، أوكي؟ عادات إحنا بنتعود إنه إحنا نبتدي نقرأ المشاعر بتاعتنا، نبتدي نقرأ الناس اللي حوالينا، البودي لانجويج بتاعتهم، نحاول احنا كل ما قدرنا نفك الكودز بتاعت اور اون مشاعر قدر ما احنا قدرنا نفك الكودز كمان بتاعت الناس اللي حوالينا. سو انا كل ما انا بقدر انتبه واتنبأ بالحاجات اللي انا حاسه بها قدر ما انا برضو بيبقى عندي بعد شويه مقدره انه انا تو بريدكت الناس اللي حوالين بي حاسين بشنو واتعامل معاهم على هذا الاساس. في سؤال هنا interesting إنه it's the awareness of the thought and the feeling that that are generated or the other way around. يعني هل موضوع ال emotional intelligence ده، موضوع الذكاء العاطفي ده، هل هو إنه أنا يبقى عندي إدراك بالأفكار الدائرة في راسي، هل هي الأفكار دي بينتج عنها مشاعر معينة بحس بها، ولا هي بتبدأ بمشاعر وبتتحول لأفكار؟ يا تفهم أول، هل الأفكار أول ولا المشاعر؟ يعني البيض أول ولا الجدادة؟ comments. الجيلاني قال الأفكار. Okay. لكن أنا بقول المشاعر. تمام. طيب إكرام برضو قالت المشاعر. تمام. شوفوا، ناس حيقولوا المشاعر وناس حيقولوا الأفكار، الإجابتين صح، لأنه إحنا مختلفين، إحنا الأوتلوك بتاعنا للحياة مختلفة. في ناس مننا بيعتمدوا على الانتويشن بتاعهم، على مشاعرهم في كل شيء، بيحسوا بالحاجة وبعد ذلك بتتخلي عندهم أفكار، وفي ناس بيبتدوا بفكرة وبعد كده بيحسوا بأفكارهم دي. الطريقتين ما في واحدة صح ولا غلط، إحنا بس لازم نكون مدركين. يا تفي بالنسبة لي أنا، كل زول فينا يات واحدة اللي بتصح ليه، أو يات واحدة المخ سبحان الله يعني بالفطرة بيمشي عليها، وكيف نستعملها ويعني نستعملها لخدمتنا زي ما بقول. طيب هنيجي للجزء المهم، أنا ما أعرف الوقت كيف ماشي، لكن ده ريسيرش مهم جدا، بدراسة عملت برضو في الثمانينات بتتكلم عن إنه الذكاء العاطفي ده فيه two main elements، فيه يعني جزئيتين أو خاصيتين مهمين جدا حيفكوا لنا كل الألغاز عن الذكاء العاطفي. بيقولوا إنه هو بيتقسم لجزئين، جزء بيركز على الشخص نفسه ودواخله، وإنه كيف إحنا زي ما قلنا how to decode مشاعري أنا كمي، وبعد ذاك الـ relationship management اللي هي الـ الناس الحواليني والعلاقات الحواليني. عشان نفهم أكثر،
أنا حاولت to يعني scale down وأطلع الحاجات اللي هو خاكيها هنا واحدة بواحدة. نعين للإنتربرسونال الأول اللي هو عن الشخص نفسه. وأول سؤال هنا بنبتدي نعين ليه هو إحنا السلف مانجمنت. أوكي؟ أنا قدر شنو مدركة للتريجرز بتاعتي، يعني قدر شنو عارف الحاجات اللي بتدورني، الحاجات اللي بتنرفزني، الحاجات اللي بتغيظني، اللي بتزعلني، اللي بتفرحني، وهل أنا برضو مدركة للكوبينج سكيلز بتاعتي ولا لا، لمهارات التكيف بتاعتي. هي مع مهارة التكيف دي ممكن تكون النقة، النقة دي مهارة من مهارات التكيف، للأسف مهارة غلط جدا وكثير مننا بيلجأوا لها، لكن هي عبارة عن شنو؟ عبارة عن منفذ. أنا والله مقابلاني مشكلة معينة، بدل ما أتعامل معها بنق، مقابلاني مشكلة معينة بدل ما أتكلم مع الزول ده عن المشكلة دي بمشي أتكلم عنه، ببقى هنا بقطع وبتشمشر. ها؟ الشمار، النقة، القطيعة، أوكي؟ الأكل، ال سوشيال ميديا، التي في، السجاير، التدخين، الشراب، المخدرات، دي كلها كوبينج سكيلز لناس بتحاول ان ما تتعامل مع البيج فيلينجز اللي بيحسوا بها مره. اوكي، فقدر ما احنا نقدر نفك الالغاز بتاعتنا دي ونعرف وات تريجرز اس، شنو اللي بيصير غضبنا، شنو اللي بيصير مشاعرنا، قدر ما احنا قدرنا نتحكم فيها. الحاجة الثانية الإيموشنال ريزيلينس، أنا قدر شنو بقدر عندها اسم يعني بقدر to bounce back، بقدر أرتد وأرجع، لأنه إحنا عايشين في عالم طبيعي ما في عالم خيالي، حتحصل حاجات يعني حتحصل حاجات وحاجات صعبة بالنسبة للمشاعر، نخسر ناس بنحبهم، حنفشل مرات، نمرض مرات، لا سمح الله ربنا يدينا كلنا الصحة والعافية، لكن بتحصل حاجات في الحياة، لأنه يعني إنما الأيام دول زي ما ربنا قال، فحتحصل، حنتعرض كبني آدمين، حنتعرض لتوف تايمز في حياتنا. قدر شنو إحنا عندنا العضلة اللي بتخلينا إحنا to bounce back، نرجع، اللي هي السرعة اللي بنقدر إحنا نرجع بها للمكان اللي إحنا قاعدين فيه. وهنا إحنا يعني ضمنيا بنسلم بإنه إحنا هتجي الدبس دي في الحياة هتجي وما في مشكلة، بس إحنا عايزين نكون جاهزين إن لما تجي نقدر نرجع بسرعة. أوكي، ما في زول حيعيش يعني طول الوقت في the best status، حتيجي مرات حنكون ما حاسين إنه في حاجة غلط. حتى في كان حركة كبيرة كانت قبل كم سنة، كان في trend كده اسمه it's okay not to be okay، يعني ما ممكن إنه الواحد دائما في ضغوط عليه إنه لازم تكون okay all the times، لا لا لا، حيجي وقت أنا حتكون قافلة معاي، لكن المهم إنه أنا أطلع روحي بسرعة من القفلة دي، ما تفضل قافلة معي أيام وأسابيع وشهور ولا حتى يوم كامل، خلوها تكون ساعات بس ونقدر نجي راجعين. الحاجة الثالثة الفلكسبيليتي، اللي هي بتاعت إنه إحنا بنشوف الأوبرتيونيتي في الحياة الجديدة. هل إحنا يعني عندنا المرونة بتاعت اللي بتخلينا إحنا نشوف في المشاكل ذات مرات والتشالنجز، بنشوف فيها يعني فرص، واللي إحنا دائما مكفولين وعايزين نفضل في الكومفورت زون بتاعنا، لا لا يا أخي مالك إنت ما كويس، لا لا يا أخي ما الناس دي بتدق قروش كويسة ما تفتي الشغل تاني، لا لا مالك إنت ما تقعد هنا ده ما تمشي الشركة التانية ولا ما تفكر في فكرة تانية. يعني قدر شنو إنت بتعاين للتشينج، للتغيير، كأنه هو يعني opportunity لحاجات تانية، ودي حاجة مهمة جدا. الحاجة الرابعة personal connectedness، واللي هي مثلا افتكر بالعربي بسموها زي متصالح مع نفسك، يعني في
قدر شنو انت في حاله بتاعت تماهي مع روحك واونست، يعني الحاجه اللي بينك وبين نفسك والحاجه اللي بينك وبين قدام الناس دائما قاعد تكون مع بعض او ماشيين في نفس اللين. اوكي، الحاجه الخامسه البيرسونال باور اللي هي الاراده والعزيمه. احنا كيف بنشوف روحنا؟ يعني انت قدر شنو او انت قدر شنو عندك اراده وعزيمه وعارفه ومدركه انه انت او انت في يدك قرار حياه كثيره، بيدك انك تغيري حاجات. هل احنا بنشوف نفسنا كده؟ هل انا بشوف روحي كواحده بقدر او عندي المقدره اني اغير ظروف معينة، ولا أنا دائما عايشة دور الضحية والله الحياة بتحصل لي أنا ما بيدي حاجة ودائما ما كنت أنا السبب، فلان السبب أو فلان السبب أو الضغوط هي السبب أو الظروف هي السبب أو البلد هي السبب. يعني دائما إحنا بنلقى روحنا يعني ويجيبن سريع جدا لفكرة الضحية، ولا لا والله أنا I'll try وححاول مرة ومرتين وحشان. دي حاجة برضو مهمة شديد انتبه لها. Invitation to trust، إحنا قدر شنو بنعامل الناس بصورة consistent، يعني معاملتنا واحدة مع كل الناس ولا بنتفرق بتوع خيار وفقوص زي ما بقوله، والزول لازم يكون شكله معين ولا عنده مقدرة معينة ولا سواء مادية ولا شكلية ولا كده، ده عشان إحنا نقيمه. بتعامل الناس قدر شنو زي بعض عشان تكسبي ثقة، وده برضه حاجة مهمة جدا. السلف أويرنس اللي هو الإدراك بالذات إحنا قدر شنو، إن تتش مع الانتويشن بتاعنا اللي هو الانتويشن اللي هو الجودز فيلينج. يعني بيقول إن الواحد كل ما يكون هو زي ما بقوله متصل مع نفسه well connected قدر ما هو أحاسيسه ومشاعره يعني هتقوده. الانتويشن هو الحدس. okay؟ في ناس بيلجأوا لحدسهم، يعني بيسمعوا أو بيكونوا حاسين بالحاجة دي سواء فيها خير لهم أو لا، وبيسمعوا يعني الحدس في كل شيء. يعني بيبتدوا من إنه يعني هو بيقول لك الجسم طوالي بيرسل سيجنالز للمخ، هل إحنا بنسمعه ولا لا؟ حتى يعني مثلا المعدة لما تكون شبعت بترسل سيجنال للمخ تقول له أنا خلاص أخذت كفايتي، هل إحنا بنسمعه ولا بنستمر ناكل؟ بتبتدي من حاجات صغيرة زي دي لغاية ما تصل للحدس في الحاجات الكبيرة، برضو حتى من حاجات منتبه لها. آخر واحدة في الـ understanding self دي اللي هي self regard. okay؟ السلف ريجارد اللي هو تقييمنا لنفسنا، تقييمك لذاتك وتقييمك لذاتك، الصوت اللي انت بتتكلمي به مع نفسك براكي من جوا، الصوت اللي بنسمعه جوا راسنا، احنا قدر شنو مقيمين ومقدرين روحنا. الصوت اللي قاعد جوا ده هل هو صوت بيقول لي والله يا مي الحمد لله برافو عليك خلصت كده واعملي كده وسوي كده وإن شاء الله تعملي كده، ولا صوت دائما بيقول لي تقالي روحك شنو عليك الله ما أقعد يسألك ما تقالي روحك ذكية زي الناس دي، دي الناس محظوظين، دي الناس أساسا الله خلقهم كده، دي الناس مقرشين، دي الناس كده، دي الناس كده. صوت دائما بيجرنا لورا ولا صوت بيدفعنا لقدام. لازم 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 نكون إحنا على دراية كاملة بالسلف ريجارد والصوت اللي قاعد نتكلم به مع نفسنا. okay؟ ناخذ اسئله في السكرين في السلايد دي قبل ما نمشي للريليشن شيب اذا في. كان في اسئله. طيب مصطفى سأل العلاقة بين الـ emotional intelligence بالـ storytelling.
نصها ستوري تيلينج لنفسك، الستوري انت بتقولي لروحك، ولا عموما يعني مقدرتنا ان احنا نقدر نحاجي ونبتكر افكار؟ ما متأكدين اني فهمت السؤال. طيب خلوه لما يشرحوا. سأل برضو كيف بقدر أسخر الذكاء العاطفي في فهم ثقافة الشركة. طيب الذكاء العاطفي حيخليك انه انت دايما منتبه لطريقة تعاملك، للأوتلوك بتاعك للحياة، اللي هي حتجينا في السلايد الجاية. هل أنت يعني عندك الفضول بتاع إنك تسأل وتعرف أكتر وتتأقلم وتتماشى مع الثقافة اللي حوالينك دي، ولا أنت النوع لا لا أنا بس كده والله خلقني كده وما حتغير وما عايز أتغير؟ المايند سيت دايما مربوط بالذكاء العاطفي، والذكاء العاطفي هو اللي هيقدرك انك انت تتماشى وتتأقلم وحتى تتعرف على الثقافات المختلفة دي، سواء كانت بتحت الشركة او اي ثقافات انت حتلقى روحك في وسطها ان شاء الله. طيب تيسير سألت. اوكي بالنسبة للسؤال اللي فات ده، أنا كان قصدي عموما يعني في الموضوع، بقول لك إنه مثلا حاليا في الببليك سبيكينج مثلا، بقول لك إنه الحتة بتاعت الستوري تيلينج بس دايما بيتكلم عنها. فكان قبل كده يقول إنه تتحكم في الإشارات بتاعت الدماغ وكده، فما عارف الحاجة دي الكونكشن بتاعها مع الايموشنال انتليجنس أكتر حاجة كده. شكرا يا مصطفى. هو شوف، ممكن تكون عندها علاقة، لأنه أنت في لما تجيف وتواجه الببليك، سواء كان في ببليك سبيكينج ولا في مثلا عندك برزنتيشن ولا سيشن كده، الايموشن انتليجنس أكيد هيلعب دور، لأنه زي ما قلنا الايموشن انتليجنس is all about السيلف ريجارد مثلا، اللي هو هيأثر بصورة مباشرة عن ثقتك في نفسك. أوكي، يعني انت الصوت اللي بتتكلم به مع نفسك بتشجع روحك ولا بتجر لتحت؟ حاسس انه انت هتقدر تعمل الحاجة دي ولا قاعد تحبط في نفسك؟ اوكي، المشاعر بتاعتك هتدفعك لانك تجهز وتحضر للسيشن دي، ولا هتحبطك وتخليك انت يعني يا اخي انا ما حقدر اعمل كده، وهتشوف روحك قاعد تتخيل روحك وانت يعني مسيطر على السيشن دي وبتتكلم وصوتك طالع، ولا بتلقى روحك انت بتترترت وخايف؟ يعني الخيال انت بتنسجه مربوط بالحياة دي كلها حاجات مربوطة دايركتلي بالايموشنال انتليجنس، فأكيد حتساعدك بفتكر. اوكي تيسير سألت تقريبا ده سؤال كل البنات، يعني علاج البكا لو كائن ما بيتحمل اي ضغط او غضب شخص عليه وبيهرب للبكا في اي مشكلة تواجهه. اوكي، اول حاجه دي بايست، ما المفروض نقول سؤال البنات بس، لانه المشاعر دي كده عند البنات والاولاد. اوكي بس لو اوكي اكيد، لانه السب كونشس بتاعتهم والتربيه والفايلات اللي نزلوها انه ما المفروض يبكوا، ما المفروض يوروا مشاعرهم، ما المفروض، فمساكين يعني. احنا بنحن عليكم. بالنسبة للشابات اللي بتقول إنها هي يعني ما بتتحمل وبتهرب للبكا، يكون عندك فضول أنت هل بتبكي قدام الناس في اللحظة نفسها ولا بعد ما تزحي من الموقف وبراكي، لأنه في فرق بين الاثنين، والاثنين ما عايزين نشجعهم شديد، وفي نفس الوقت ما عايزين يعني to suppress them ونقول لك لا 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 ما تبكي قدام زول وده ضعف وما مفروض، ومفروض تتعامل مع الحاجة. again زي ما قبل قلنا، المشاعر دي signals، هي علامات قاعد تقول لك إنه في حاجة غلط. okay في حاجة غلط، لكن الأكشن بتاعك ما شرط إنه يكون في حاجة غلط أقعد أبكي يعني،
في حاجة غلط اتعاملي معه، في حاجة غلط أنا ما قاعد استحمل إنه شخص يضغطني في وشي كده قدام الناس، وبقوم بلجأ للبكاء. طيب أنا عرفت التريجر، عرفت الحاجة اللي بتوصلني للمرحلة دي، الخطوة الأولى. بعد كده هبتدي أشتغل على نفسي، ومرة في مرة في مرة لما نخلص منها، أوكي؟ أتفق مع روحي إنه أتليست المرة الجاية لما أتعرض الموقف ده أنا عايزة بدل ما أبكي مثلاً بصوت أبكي من غير صوت، حتى لو قدام يعني خطو، يعني ناخد بيبي ستيبس لما نصل لآخر مرحلة. عايزة في اللحظة اللي أنا هحس إنه أنا هتعرض فيها للموقف ده بسرعة جداً مثلاً أتجنبه، بشنو ياتو رياكشن أنا ممكن أخذه في اللحظة ذيك، ممكن مفروض أطلع من الأوضة دي في اللحظة ذيك، أطلع أمشي الحمام، أطلع أمشي برا بس 5 دقائق وأجي راجع تاني، أتنفس بصورة أعمق. في كمية من الحاجات ممكن نعملها عشان تكسبنا وقت زيادة عشان ما السيرفايفل مود ما هو اللي بيقولها أميجدالا هايجاك، ما هو اللي يسيطر ويختطف الموقف. أنا عايزة لسه مخي ده ولازم أآمن شديد إنه أنا بقدر القدام ده لو خليناه ويتصرف هو حيقدر يطلعك من الموقف. بس أنت كل المحتاجة وتدي وقت، أوكي، تدي وقت عشان تعطلي العقل العاطمي ده من إنه تهايجاك الموقف وتبقي في بكا وما تعرف تتصرفي بعد. لكن يعني رياكشن طبيعي، بس المهم انك يعني تقرري بينك وبين روحك وتنوي انه انت عايزه تتحكمي فيه اكثر. اوكي، اخر سؤالين هم قريبات لبعض، يعني كيف الشخص الما اجتماعي او الشخص الانطوائي يقدر يطلع من العزله بتاعته، خاصه لو كان هو في مجتمع سيء، وكيف بنقدر نتعامل يعني مع العيوب بتاعت الأطراف الثانية بتكون سيئة أو كده؟ شكرا شديد للسؤال، السؤال ده سؤال مهم شديد. أول حاجة، أول قاعدة بنبتدي نشتغل عليها إنه إحنا ما مسؤولين من إننا نصلح أي زول غير روحنا، كويس؟ نبدأ بنفسنا. قدر ما أنت أو أنت ركزتوا في روحكم، في رقبتكم دي واشتغلتوا عليها، شفت زي لما أقول لك شنو، يعني زي لما تنوري في حاجة يقوم الحياة الباقي كلها تضلم، أو تركزي في حاجة يقوم الحياة الباقي كلها تبقى بليري كده. كل ما أنت اشتغلت على روحك وبقى همك يعني شغلك الشاغل كيف تطور نفسك، كيف تسمو بأخلاقك لفوق، كل ما شفت زي يقول لك سفاسف الأمور حياتي حتبقى صغيرة. أنا مالي ومال زول بيعمل كده، ولا ده بيقطع، ولا دي بتعمل كده، ولا كل شات معلقة من عرقوبة. يعني كل شخص فينا هيمشي يقابل ربه بحاجاته هو، فما نهم لباقي الناس، ما نهم للبيئة السيئة حوالينا، حتى ولو إنه إحنا بنفتكر الناسية، لأنه في النهاية ذات السوء ده ذاته perception، ده من منظورنا إحنا. يمكن الناس ما عندهم أي عوج ديلهم، بس هم ناس مختلفين، أوكي؟ فندي دائما المساحة لغيرنا والله يشغلهم بيروحهم ويشغلنا برقبتنا. لكن يعني definitely بشجع على إنه الناس تبتدي تشتغل على روحها، نبدأ بنفسنا، وبعد ذاك لما أنت تشوف روحك أنت وصلت حتة كويسة شديد، سبحان الله يعني by default كده الدائرة جنبك شديد هتبتدي أنت تحس بأثرك فيها لو أنت ماشي في الطريق الصح. وبيقول لها زي الريبل إفكت، زي النقطة، التأثير بتاع النقطة في الموية، شفتها بتعمل الدائرة بتوسع كيف، يعني دائرة حتمشي للدائرة البعدة للبعدة للبعدة لو كل واحد فينا اشتغل على نفسه وركز مع نفسه. حتى في حتة الانطواء افتكر أول السؤال إنه الواحد لو منطوي شديد كيف يقدر يطلع من الحتة دي، أول حاجة أنت بتشوف إنه يعني للأسف
يعني الدنيا اللي حوالينا حسي سوقت لأنه الناس الانطوائيين ديل ناس يعني زي كنا حاجة سلبية. يمكن it's okay إنه يكون انطوائي، المهم هو حاسي بشنو الشخص ده. في ناس انطوائيين سعيدين جدا بانطوائيتهم، داير زول يعني طاقته كلها قاعد يلقى من جوا، بيقعد مع كتبه ومع مزيكته ومع حاجاته and they're just fine يعني which is okay. لكن إذا الشخص الانطوائي ده حس إنه الانطوائية دي أزياه أو في حوجة حس بها جواه وإنه عايز يتغير، هنا بيبتدي يشتغل على نفسه. أكيد ممكن يعني برضو ما في أي حال مستحيل، ممكن أي ذول يتغير من mind state للتاني إذا 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 هو حس إنه ده الأصلح له. أوكي نمشي للنقطة بعدها. طيب السلايد اللي فاتت كانت على الواحد هو يعني الانترنال الانتربيرسونال وكيف نفهم نفسنا، دي كيف نفهم علاقاتنا بالحوالينا، وبتبتدي بالترست. وهنا دي بيتكلموا هنا عن انه ال ريليشن شيب مانجمنت دي عباره عن زي مضادين، يعني حاجتين عكس بعض، وإحنا بنحاول نلقى البالانس في نصها. أوكي، وحنشوف ده في الأسئلة المطروحة هنا. أول واحدة الثقة، نسأل نفسنا أنا كيف بثق في الناس؟ هل أنا ساذج جديد جدا جدا وأي زول بلاقيه ولا زولة بثق فيه وكده بالعميان وإنت ولدنا وبتنا وخلاص وتعال وأعمل وهاك وبتاع، بنثق في بعض يعني من غير ما محتاجين أي دلالات، ما محتاجين أي شيء، بنثق في بعض ثقة عمياء، ولا إحنا النوع الشكاك ونظرية المؤامرة ولا لا والناس كلهم أشرار وأوعك تثق في أي زول وأوعك تدي رقبتك دي لأي زول. So ولا ده كويس ولا ده كويس، لازم نلقى التوازن في النص، ودي هي دائما التشالنج، دي هي الحاجة اللي إحنا مفروض يعني شنو نحاول دائما إننا نصل للبالانس والتوازن بين الحالتين المضادتين. طيب دي كانت في الثقة. الحاجة الثانية الأوتلوك، البالانس الأوتلوك للحياة، نظرتنا للحياة شكلها شنو، زي ما قلنا قبل أي حاجة بمبي والدنيا حلوة وماشية دائما كويس ولا سوداوية ومدبرسين وحاسين احتمال كبير القيامة تقوم الشهر الجاي، لأنه كل الانديكيشنز والعلامات الكبرى والصغرى كلها ظهرت، والحرب بتاعت الزلزال بتاع يوم ذاك والحرب بتاعت روسيا كانت آخر واحدين وخلاص نجهز نبقى جاهزين. تمام؟ again الـ two outlooks دي الاثنين ما صح، ولا صح إنه أنا أكون مقتنعة إنه دائما حكون سعيدة دائما دائما مهما حصل، ولا إنه أنا عايزة يعني خلاص أجهز طول وقتي أنا الحياة حتنتهي. حسي نلقى البالانس في النص. النقطة اللي بعدها الإيموشنال إكسبرشن أند كنترول، والهي دي بترجع للنقطة اللي سألت منها الأخت قبل شوية، اللي هو يعني لو أنا ما بقدر أسيطر على نفسي وببكي ببكي في الموقف ذاته أو بهرب بالدموع من أي موقف، دي مهمة جدا جدا إنه إحنا نختار متين نسمح لمشاعرنا دي إنها تجي مارقة ويعني تظهر للببليك بالصورة بتاعت بكا أو كواريك أو حتى حب وانفعال، قدر ما إحنا نقدر إنه إحنا نصل لحتة بتاعت توازن ونتحكم في مشاعرنا، ما عايزين نسيطر عليها ونكبتها، لكن عايزين نكون عندنا مقدرة في التحكم عليها. دي حاجة مهمة جدا جدا ومربوطة بالبعدها اللي هي الكونفليكت هاندلينج. لما نتعرض لمشاكل وضغوطات وكونفليكتس مشاكل عديدة يعني كيف بنواجهها؟ هل إحنا أجريسيف عنيفين جدا وجاهزين للشكل وسانين سنوننا زي ما بقولوا، ولا إحنا النوع الباسيف وحنسكت وحنطاطي عشان الريح تمر وما
ما مشكلة وكل شيء بتحلى ونسكت وما نحل شيء. Again إحنا ولا عايزين نكون passive ولا عايزين نكون aggressive، عايزين نقدر نواجه مشكلتنا. ما يكون عندي مشكلة إني أواجه، ما أتهرب من المواجهة، أنا بقدر بقيف قدامك عديل وبواجهك، لكن ما بالشكل، وما بتكلم معاك إلا لما مستوى صوتك يكون عامل زي مستوى صوتي. هتعلي صوتك حوقف الكلام وما هتكلم معك. تمام؟ كيف نقدر إن إحنا نوصل روحنا لحتة زي دي، ودائما نكون منتبهين إنه ما عايزين نكون في واحدة من الإكستريمز. الاندبندنس اللي هي الاستقلالية، لازم دائما يكون عندنا healthy attitude about working with others، اللي هي قدر شنو أنت ممكن تكون في علاقاتك مستقل بنفسك. Again تصل لتوازن في الاستقلالية، ولا إنك أنت تحس إنه أنت ما محتاج لأي زول وأنت بتقدر تعمل أي شيء براك، أوكي؟ ولا إنك أنت تكون اتكالي ودائما في إحساس بأنه أنت victim وما بتقدر تعمل أي شيء، حرام مسكين ولازم يعملوا لك، ولا ده ولا ده. والحاجة دي لو في الشغل، لو في علاقاتنا حتى بالpartners والspouse بتوعنا، يعني في علاقات اللي هي بتكون برضو ما صحية، بيكون الزوجة أو الزوج معتمد 100% على ال على البارتنر بتاعه، أو إنه ما في ثقة بإنه هي أو هو حيقدر يعمل الجوب، فwe take over وبنعمل أي حاجة إحنا، يعني زي أنت ما واثق إنه الشخص التاني ده حيقدر إنه يكون مستقل ويعمل الشغلة المفروض يعني. awareness of others، وهي إدراكنا للناس اللي حولنا، بنقدر نقرأ البادي لانجويج بتاعتهم، بنقدر نخمن إنه الزول ده حاسي بشنو، وممكن يكون الرياكشنز بتاعه شنو. أنا لو اتكلمت في توبيك معينة، هل الـ الناس اللي حواليني ديل هيكونوا interested في التوبيك دي، ولا أنا بتكلم مع روحي أختار متين أقول شنو وأتمادى في الحديث لقدر شنو. دي كل حاجات مربوطة بالذكاء العاطفي برضو. regards to others اللي هي الأخيرة، واللي هي بتشبه regards to self اللي هي هناك عين ليها، وقلنا إنه كيف أنا بسمع الصوت اللي بتكلم معاي، هل أنا محترمة نفسي ومقدراها جدا جدا، ولا دائما sabotaging وبقلل من قدر نفسي. هنا القدر اللي إحنا بنديه للناس على أساس شنو؟ هل إحنا consistent وبنشوف البني آدم كبني آدم وبنقدر تجربته في الحياة وبنقيمه، ولا البني آدم عندنا بنقيسه بهو منو، ولا عملياته شهادات، ولا عنده كم في البنك، ولا منياته مكان في الدنيا، ولا قبيلته شنو، ولا ولا ولا. أوكي؟ الحياة دي كلها مهمة ومربوطة ببعض، وكل ما إحنا نعلم نفسنا ونثقف نفسنا أكثر ونخط نفسنا في الحتة الصح بين المطالبات دي، كل ما احنا قدرنا انه احنا نسمو اكتر ويكون عندنا better grasp في الذكاء العاطفي. طيب قبل ما نختم، في نقطتين اللي هي الـ non-verbals، يعني الجزء من الذكاء العاطفي بيركز على العلامات اللي احنا ممكن نقراها من لغة الجسد اللي بتكون قدامنا. زي ما بتشوفوا في الصورة هنا، احنا كبني آدمين اتعلمنا نتواصل من سن صغيرة جدا جدا جدا، زي البيبي العسولة في الصورة دي، يعني وشه معبر جدا جدا وبيقول في كلام كتير جدا جدا. في الحالة اللي احنا ما مفروض ننسى انه احنا يعني احنا ذاتنا، اوكي، ولسه عندنا المقدرة دي، لسه عندنا مقدرة التواصل من غير ما نتكلم، من غير ما نستعمل حروف وكلمات. فلازم ننتبه للفيشل اكسبريشنز بتاعتنا، التعابير بتاعت وشنا، البوستر، القعدة اللي احنا بنقعدها، خطة جسمنا، الوقفة بتاعتنا، الاكتاف، دي كل حاجات قرايات وسيجنالز للناس التانيين عشان يقدروا يفهمونا أكثر. في ناس كتير جدا بيقدروا بس من الشكل أو الوضع اللي أنت واقف بيه أو بتتكلم بيه، بيقدروا يحللوا ويقرروا إنه هم كيف يتواصلوا معك، بالإضافة للجستشرز اللي بنعملها.
فلازم إحنا نكون فاهمين إنه إحنا بنتواصل بالكلمات وبالحروف وبأفعالنا وبأشكالنا as well. So يعني كل ما إحنا كنا مدركين للحاجات دي كلها، كل ما بقى عند المقدرة أكثر إنه إحنا نتواصل مع الناس. أوكي؟ لازم إحنا نفهم إنه في ناس كتير منتظر السيجنال دي عشان تقرر تتعامل معنا كيف. فالحاجات دي بيدينا وإحنا ممكن نغير مسارات علاقات كثيرة، بالذات في مجال الشغل بالفيشل إكسبرشنز والway that we show up، يعني الطريقة اللي إحنا بنجي وبنصهر بها في الشغل. وإذا كنا صارين وإحنا مشهورين بالصرة طبعاً برضو، أو كنا منفتحين ومبتسمين ويعني open أو welcoming أو بنرحب بمعرفة شخص معين أو بالتعامل مع مشكلة معينة. إحنا عايزين نتعامل مع المشكلة بصدر رحب زي ما بقوله، ما بتكشيرة وصرة، لأن دي هتطرد الحل ذاته من قدامنا. فمن المهم إنه نعرف إنه إحنا كيف بنجي لما نكون عندنا البست. يعني لو جينا يوم رايقين وصاحي من الصباح ولا صاحي من الصباح بمزاج عالي جدا، كيف بتظهر في الشغل؟ شنو العلامات وشنو السيجنلز اللي قاعد ترسلها للناس اللي حوالينك في الشغل، هم بيحفظوا بها انه ايوه ميدي لما تكون مرتاحه ولا جايه مبسوطه بتكون عامله كده وبتتصرف في الحياه المعينه دي الهنن فيربلز، ولما تكون زهقانه وجايه قافله معاه بنعرف إنها مثلاً ما سلمت علينا بنفس الصورة، ما وقفت تونست، قالت السلام عليكم، مشت مكتبة طوال. يعني شنو الحاجات اللي أنت بتقدر تعلم بيها نفسك؟ طيب، بنختم بالفكرة دي اللي هي إنه زي ما قلنا أي حاجة في الدنيا ممكنة لو إحنا خدتينا تارجت ليها ونوينا بصدق شديد إنه إحنا عايزين نحقق الهدف ده، ولو كان العواطف والمشاعر اللي إحنا عايزين نحس بها في السنة الجاية دي. إحنا عندنا حاجة اسمها الإيموشنال تارجت، ودي بتتعامل في شركات كتيرة وبتوين تيمز، يعني التيم بتاعك ممكن في المكتب بتقعدوا مع بعض وبتعملوا exercises وبتقرروا إنه إحنا السنة الجاية دي emotional targets بتاعتنا، دي المشاعر اللي إحنا عايزين نحس بها في السنة الجاية. المشاعر دي إذا إحنا بنتكلم عن شغل هتكون فيها مثلاً success، كويس، عايزين نحس إنه إحنا ناجحين، عايزين نحس بالنجاح، عايزين مثلاً نحس بالchallenge بالتحديات وإنه إحنا كيف to overcome it، عايزين نحس إنه إحنا بنحترم بعضنا الآخر، عايزين نحس بالrespect. دي كلها مشاعر عايزين نحسها السنة الجاية، بنخطها في target. أوكي؟ وبعد ما نحدد المشاعر اللي عايزينها لازم نقرر سوا شنو الكي behaviors، السلوك اللي حيقودنا للمشاعر دي. أوكي؟ زي ما قلنا دائما أي حاجة إحنا ما بنتبعها بأكشنز، ما بنفصلها ما بناخد خطوات لتحقيقها، بنكون إحنا بنحلم وبنتخيل. أوكي؟ ما عايزين إنه إحنا يعني ننوي حاجة، أو في لغة كتير في قصة انتوي وأنوي والكلام ده، لكن أخذوا بإنه أنت النية. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. فإحنا مؤمنين إنه النية حاجة مهمة، بننوي إن نعمل حاجة معينة، نحس بإحساس معين وبناخد أكشنز عليه، وبنفصل النوع المشاعر النوع السلوك اللي احنا هنتبعه عشان يوصلنا للمشاعر. يعني احنا لو قررنا احنا عايزين نحس بالنجاح، شنو الخطوات اللي انا هعملها عشان توصلني للنجاح ده السنة الجاية دي كلها؟ اوكي، فبشجعكم وبحسكم انكم انتوا كل شخص فينا حضر السيشن دي يحاول يعمل تارجت للإيموشنز بتاعته السنة الجاية، ويخد عدد من السلوك المختلفة اللي انت هتحاول انك انت تلتزم به، وهو ان شاء الله هيوصلك للتارجت بتاعتك دي. الحاجة دي اللي حابين برضو يعرفوا اكتر
في الدراسات وفي في الريسيرش بيعزوها الحته بتاعت النيه دي واهميه النيه بيعزوها لحاجه اسمها الريتيكولار اكتيفيتنج سيستم اللي هي مجموعه من النهايات العصبيه بتكون في الـ في الـ في الـ في الجزء الخلفي من الدماغ وهي يعني ترجمتهم لها العلماء انها هي زي موجهات للاتنشن بتاعنا اوكي مرات بيشبهوها بالجيني بتاع على الدين اللي بيقول شبيك وبيك ذاك وبيبتدي يوريك الحاجات دي تحصلك ايه اوكي لكن انت لو ما محدد اهدافك الجيني ده ما حيعرف يوريك وين ما حيعرف يوديك وين لكن بمجرد ما انت يعني وجهت افكارك لنيه معينه وجهت افكارك لهدف معين بيبتدي الريتيكولار اكتيفيتنج سيستم ده يشد انتباهك وتركيزك ويساعدك لكل الخيوط والأدلة اللي حتوصلك للحاجة دي. أنا متأكدة لو أديت أمثلة كلكم يعني you will relate للحاجة دي. لو فجأة أنت مثلاً بتحصل كثير للناس اللي مثلاً يقول عايز اشتري قميص معين أو عجبك طرحة بلون معين فجأة من ثاني يوم هتشوف اللون ده متكرر أو القميص تلقى الناس كلهم لابسينه والناس بتكلموا إنه مثلاً عربات في ناس لما يكونوا عايز يشتري أو خط راسه في عربية معينة ويبتدي يشوفه في أي حتة في الشارع حتى مرات في الفوكابلري في الكلمات بتلقى إنه أنت مثلاً قريت كتاب أو مريت بكلمة بترم ترمينولوجي بمفردة معينة أول ما تفهمها وتمر بيك في كتاب هتبتدي تتكرر لك كتير جداً هل هي قبل كده ما كانت موجودة وبس بدت بعد ما أنت عرفتها ولا هي دائماً كانت موجودة لكن أنت سيدوب وجهتها تركيزك وتفكيرك يعني دائماً نتذكر إنه المخ ده عبارة عن عضلة زي أي عضلة في جسم البني آدم كل ما شغلناه وكل ما استفدنا من حاجاته الكثيرة دي كل ما احنا قدرنا انه يعني نمشي اكثر في 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 الكارير بتاعتنا في علاقاتنا في الرحله بتاعتنا ان جنرال دي اخر سلايد وهي دي يعني بقولها زي السلم بتاع العلم او المعرفه let's say احنا مثلا نقول قبل السيشن دي بعض مننا كان في اول خطوه اللي هي بقول لها lack of awareness احنا ما عارفين انه الحياه دي كلها حاصله ما عارفين انه الذكاء العاطفي ده مهم كده وبيودينا نفكر في الحاجات دي كلها فما عارفين فاحنا unconscious و incompetent يعني ما مدركين وما واعيين وما عندنا المهاره بتاعت انه المفروض نحن نتملك الحياه دي لانه احنا أساساً زي ما بقول شو مسطحين فالستيب الأولى دي مرحلة التسطيح اللي هي الزول بيكون فيها absolutely fine لأنه ما عارف اللي هو ما عارفه شو أوكي؟ بنمشي للخطوة اللي بعدها اللي هي بنبتدي نكتسب القليل من المعرفة فبنكون conscious بنكون أنا مدركة إنه أنا لسه ما اتحكمت في المهارة دي لكن بقيت عارفة إنه في مهارة معينة أنا مفروض أتحكم فيها أو أحتكمها بس أنا لسه ما وصلت هناك الستيب اللي بعد اللي هي ستيب باي ستيب بنبقى كونشس أنا عارفة بالمهارة دي وحسي الحمد لله فعلا بقى عندي good grasp of it يعني قادرة إني يعني أتعامل معه كونشس دي المرحلة بتاعت إنه السب كونشس منتبه وقاعد يتفرج على الكونشس ده متابعه وهو بيتعلم في الحاجة دي لغاية ما نصل للمرحلة الأخيرة اللي هي السكيلد اللي هنا بنبقى unconsciously competent ليه؟ لأنه السبكونشس دخل وقال للكونشس لا خلاص أنا عرفتك وشفت أنت دار تعمل شنو تتعامل كيف بعد ده ركز في حاجة تاني I've got your back وأنا هشيلك من هنا ولي للتام وشكرا جزيلا يعني سعة صدركم وصبركم انا دائما يعني بكون دي بعملها في workshops وبكون interactive بكون سامع الناس والناس يعني في اسئله وردود او exercises في النص فكون انه الناس تكون ساكته كده كنت حاسه اني انا بتكلم مع نفسي لكن بتمنى انه اكون وصلت لكم شويه من المفروض يصل يعني شكرا جزيلا يا رؤى ونعمه شكرا يا دكتوره
الله ما دكتورة كمان يعني كل ما مشكلة دكتوروني عادي. لا وفي الشات على فكرة الناس مستمتعة جدا يعني، وشخصيا كنت مستمتعة شديد. أنا أشوف الشات بعد ما وقفت ال في عدد من الأسئلة. طيب تاخديها ولا؟ أوكي عشان أنا كنت واقف في حتة معينة. في الجيلاني قال كيف أحول صوت الناقد الداخلي لصوت داعم ومحفز؟ يا سلام جيلاني، أول حاجة كويس إنه أنت حسي already عملت الانتنشن، أنت حسي نويت لأنك سألت السؤال ده، أوكي؟ معناه أنت عاوز تغير الصوت ده. أول خطوة بإنك أنت تعرفه، يعني الحمد لله تحسي عارف إنه في صوت، في ناس ماشيين بالصوت ده جزء من الايدنتيتي بتاعتهم فما جايبين خبره، خلاص؟ أنت هسي عارف إنه في صوت جواك، وعارف إنه الصوت ده مفروض يدعمك، ما مفروض يرجعك لورا، ما مفروض يحبطك، لأنه حقك أنت، أوكي؟ لكن الصوت ده يلا جا من وين؟ أنا ما عايزة أزعل أي زول يا جماعة، وعايزاكم تكونوا مقتنعين تماما إنه يعني المجتمع بتاعنا وأهلنا الحمد لله حمدا كثيرا عليهم ما قصروا وعملوا قدر قدرتهم وقدر عرفتهم، لكن الحقيقة هي إنه يعني fortunately ولا unfortunately هم شكلوا الوعي الذاتي بتاعنا ده، هم شكلوا الصوت الجوانا ده، وفي دراسات بتقول إنه الطريقة الطفل بيتعامل بها والأصوات الطفل بيسمعها من سن 3 لـ7 سنين هي نفسها اللي حتتحول حتبقى صوته اللي قدام، اوكي؟ عشان كده بنقول يعني رفقا بلغتنا ونختار لغتنا مع الاطفال. الطفل ما مفروض نقول له يا غبي ويا عوير ويا اهبل والكلام الغريب اللي كنا بنسمعه واحنا صغار. بتمنى انه البرنتنج يتغير في مجتمعاتنا اللي قدام، بتمنى انه نفهم خطورة الحاجة دي، لأنه إحنا بنقولها بقلب يا أخي معقول، لأن مرات لما أتكلم مع ناس بيقول لي يا أخي بيخبي دماغ يعني معقول أنا بقصد الكلام ده، ده ولدي أنا بحبه شديد وده شاطر وبتاع. طيب يا جماعة ما مدركين الأثر والسكارس اللي ممكن تسيب الكلمات دي والتصرفات إحنا بنتصرفها بكل عفوية، وبنفتكر إنه يا أخي شاف إحساني ما حيخط في باله، هو فعلا ما حيخد في باله، لكن الكلام ده كله حيجي وراجع somehow sometime، ومرات ما شرط بس من الأهل في البيت، لأنه الأهل زي ما قلنا عندهم يعني مخزون بتاع حب ممكن يعني ما نشيل منهم، لكن ممكن تحصل من طفل واحد في المدرسة في الفصل، من أستاذ قال لي يوم يا غبية، من موقف معين، ودي ناس السايكولوجي بيقول لها scars، اللي هي زي جروح أو خدشات بتحصل وبتكون عميقة جدا ومخزونة في السبكونشس ده، وانفورشنتلي بتقوم تطلع لنا مرات بالأصوات النيجاتيف اللي بنسمعها عن نفسنا، لكن شوية شوية بمجرد ما احنا نبتدي ندرك إنه ياخذي أنا ذاتي وأنا عايزة أكون يعني لطيفة مع نفسي، ما مفروض أنا أكثر زول أشجع نفسي، أنا أقرب زول في الدنيا لروحي، فما ممكن أنا أكون قاسي عليها. يعني رحلة فظيعة جدا وممتعة جيلان، أتمنى إنك أنت يعني تصبر على روحك فيها، لكن حتصل وحتقدر تغير الصوت ده وتسمع أحلى كلام. أوكي. مريم سألت مرحلة إنك تصل ما تغضب من أي موقف، ما تحس إنه الحاجة دي بتستاهل، بتقدر تاخد عذر لأي شيء عشان خاطر تتجنب أي تصادم، هل ده برود؟ معليش رؤى ثاني. مرحلة إنك تصل مرحلة إنك أنت ما تغضب من أي موقف، ما تحس إنه الحاجة دي تستاهل، وبتقدر تاخد عذر لأي موقف بس عشان تتجنب التصادم، يعني زول يكون بيتجنب إنه يتصادم في أي موقف، هل هو ده يعتبر برود أو يعتبر شنو؟ هو الحاجة دي صح ولا غلط؟
طيب انت ما جاوبت السؤال ده، لانه يعني بالواضح انت السبب شنو، الانتنشن هنا شنو، نيتك شنو. لو نيتك بس انك تتخطى التصادم يبقى اكيد ما حاجه حميده. يعني احنا ما عايزين بس يعني في النهايه نيتنا انه تكون ما عايزين نتصادم. ليه ما نتصادم؟ التصادم ده مرات كويس بالمناسبه، لو تصادمنا صح، لو عرفنا انه نتصادم بالطريقه الصح. الاختلاف يعني ما فيه اي مشكله، لا يفسد للود قضية زي ما بقوله، لكن إحنا كيف نتصادم بالصورة الصح، وكيف نطرح أفكارنا ونقبل اختلافاتنا واختلافات آرائنا. لكن يعني نهائي ما مفروض نهرب من المواجهة، نهائي ما مفروض نقول إن إحنا ما بنزعل عشان ما عايزين نتواجه. إحنا ممكن جداً نكون يعني محافظين على قدر معين من السعادة أو من السيطرة، وده ما برود. يعني في ناس فعلاً زي ما أنت قلت، ممكن دائماً تكون قادر إنه ما في شيء يغضبك، وده ما برود. لكن يعني أنت هنا يعني حتغضب ليه؟ يعني مثلاً في ناس يقول لك لو زول نبذني، ولا لو زول قدامي ما احترمني بحاجة أو كده. ففي ناس برضو بيتعاملوا مع الحالة دي ما ببرود، لكن بفكرة إنه ده من منظورهم. يعني أنا شنو وشكلي شنو ومقدراتي شنو، ما زول تاني اللي بيحدد الحاجة دي. ولو زول تاني حدد الحاجة دي مهما كان الزول ده منه، دي أنا مقتنع إنه this is his own perception. يعني ده من منظوره أنا ما عندي علاقة به. يعني أنا ما عندي أي حاجة تربطني بالناس الآخرين بيفكروا فيني في شنو. بدام أنت عندك ثقة في نفسك وإنت عارف روحك إنت شنو، مفروض تكون content، مفروض تكوني أوكي مع أي رأي تاني. ما تزعلي وما تفرحي ذاتي، يعني ممكن تفرحي لكن ما تزعلي، لأنه دي منظور الشخص ده، والشخص ده بدل ما أنتي يبقى أكيد حينظر لك بمنظور مختلف. يعني لكن ما بيرود. يعني أوكي، هنا في أسئلة متشابهة هقولهم مع بعض. سمو قال أكثر ما يؤثر على الصحة النفسية هو الرفض، سواء الرفض لنفسك، رفض المشاعر، رفض تقبل الخطأ والسعي دائما للكمال، ورفض تقبل الواقع. والجيلاني برضو قال حاجة قريبة لها، إنه الشباب الطموحين حاليا اللي بيسعوا لوظائف معينة بيكونوا دارين يطوروا فيها بسرعة، بيكونوا دارين يترقوا بسرعة، فهم كيف يقدروا؟ ده برضو نوع من الرفض، إنه ما قادرين يتقبل الواقع بتاعه. فكيف الزول في أول ما يدخل سوق العمل في وظيفة جديدة، كيف يقدر يتقبل الحاجات دي ويتعامل مع المشاعر بتاعت ما مفروض أتسرع، مفروض step by step وكده. هو يعني هو سؤال مهم جدا، وزي ما قلنا الناس أول ما ندخل بكون منتظر 200 الترقية الجاية، خدت الجاية 200 البعدها. ليه؟ لأنه إحنا بنحصر مفهوم النمو والتطور بالراتب، بنحصر مفهوم النمو والتطور بإنه أنا مثلا باخد كم، أو الجريد بتاعي كم، السلم الوظيفي أنا حصل فيه لوين، والبنفيتس بتاعته هتكون شنو. دي أكيد يعني أكيد حاجة مهمة وكلنا بنسعى لها، لكن في نفس الوقت ما هي الوحيدة. يعني إحنا كل ما حصرنا مفهوم النمو بس في الحاجة دي، كل ما بقت عندنا الإحساس بأنه إحنا ما منجزين ومستعجلين ومتين حامشي هنا وذا. لكن كل ما استمتعنا بكل مرحلة وحاولنا نحس إنه كل يوم إحنا بنتعلم حاجة، كل يوم في فرصة تعليم، كل يوم عندك فرصة تتعلم من الناس اللي حوالينك، من الناس الكعبين قبل الكويسين في سوق العمل. أنا ألقى طبعاً ألقى الأشكال كلها والأنماط كلها بتحت الناس. في الناس مثلاً بتوع المشاكل، في الناس ما emotionally intelligent خالص،
اللي بيسكوا المشاكل وبيحفروا للواحد و و و ده ذاتهم بيتعلم منهم، بيتعلم انه احنا كيف ما نكون زي، اوكي، بنتعلم انه كيف احنا نتعامل معهم ونتقي شرهم، غير الفرص الثانيه بتاعت الناس الكويسين، ممكن نفتش منتورز يساعدونا، ممكن نفتش يعني فرص بتاعت شادوينج، بتاعت تدريب، بتاعت يعني stretch assignments، ناخد مهمات أكبر من الحاجات اللي إحنا بناخدها حسي من غير مقابل، مبدئيا عشان نتعلم، عشان نكون جاهزين لما تكون الفرصة موجودة للبروموشن ولا للخطوة اللي بعدها نكون جاهزين. فنحاول ما نحصر المفهوم بتاع الأهداف بس في حاجة مادية يعني. طيب بحكم التعليق بتاع بشتري كروسان عشان أخفف الضيق وأضيع كل القروش. والله الكروسان الناس ما كويسة، فيها زبدة كثيرة جدا وممكن تكون مؤذية لصحتك، فأحسن تخليها عشان تحفظ قروشك برضه. في سؤال كان برضو عن كيف أقدر أكون زولة اجتماعية أول ما أتعرف على الناس، لأنه ما بقدر أتعامل معهم طوالي. سألته أفنان. أدي روحك وقتها يعني، ما الناس ما كلهم زي بعض. في ناس زي ما قلنا الإكستروفيرت ديل يعني أساسا هم نمطهم كده يعني بيلقوا الطاقة من الناس اللي حوالينهم، ودي يعني they connect so easily. وفي ناس تانين الانتروفيرت ديل أو يسموهم الانطوائيين، يمكن هم يعني هم حاسين إنهم كاملين، ما بيحتاجوا to connect مع الناس عشان يلقوا الطاقة، فما بحسوا بالحوجة للناس دي. تاني بكرر إنه يعني أنت ليه حاسين إنه زي قصور أو نقص؟ معناه مثلاً يعني أنت ما تفرضي، ما تجبري نفسك تكوني حاجة أنت ما هي، يعني حاولي إنه أنت تكوني أوكي بإنك أنت تكوني يعني بتحبي تاخدي وقتك في علاقاتك مع الناس، في إنك أنت تعرفي الناس. الناس ما مفروض يحكموا عليك، مفروض أي زول تاني مساحته، الدائر يجي ويدخل في الناس طوالي ويعمل شغب وصوت عالي بتاعي يتفضل، والزول الهادي انطوائي دو مساحته برضو ويجي في زمن الصح. يعني طالما انك انت ما حاسين انك مثلا ما بتحبي الناس، يعني في ناس بيقول لك انا ما بحب الناس، دي هنا في بيكون في مشكلة، لازم نعرف يعني شنو ما بتحب الناس وليه ما بتحب الناس وكذا. لكن اذا القصة بس انه والله أنا بفضل إنه أو بكون أوكي، يعني ما بحس إنه أنا محتاجة أمرق وألاقي ناس كتير كل يوم، ممكن أعمل الحياة دي مرة كل أسبوعين ولا شيء، it's okay يعني. طيب الحمد لله يا إسراء، طلع عندك ذكاء عاطفي. عشان شنو؟ عشان بتحبي تطلعي ولا عشان ما بتحبي الناس كتير؟ هل الذكاء العاطفي يعني يستخدم أكثر في الجانب المهني ولا جانب العلاقات الشخصية؟ شوف أنا ما عارفة، مرات في ناس كتير زي بيحاولوا يحطوا يعزلوا أو يفصلوا ما بين الحياة المهنية والحياة الشخصية. ما إحنا ناس، إحنا نفسنا صح؟ يعني أنا مي ذاتي في بيتي مع أولادي مع زوجي مع صحباتي وأصحابي، هي ذاتي في الشغل صح؟ يعني في ناس كتير بتفصل وبتعمل الحاجز ده بين الاثنين، وبصراحة الترند كله إنه يعني authenticity وإنه كيف الزول يكون هو سواء كان في الشغل أو في برا الشغل، طالما الاحترام وال يعني في حياة معينة محفوظة، يبقى أنا ذاتي هنا وهنا، زي ما أنا هحتاج للذكاء العاطفي في حياتي الخاصة، زي ما دفنتي هحتاج للذكاء العاطفي في حياتي العملية. ويمكن كمان في العملية بنحتاجه أكتر، لأنه في الخاصة يعني أنت عندك مخزون، يعني في الناس بتعرفك
من زمن أطول، يعني إحنا إذا بنتكلم عن أصدقاء وعن عيلة أو كذا، أكثر من ناس الشغل اللي هم مثلا أنت تعرفت عليهم يا دوب، بتلاقيهم ساعات معينة، بتلاقيهم بصورة جادة ورسمية، ما بشوفوا يعني حالاتك كلها، فبالتالي أنت محتاج تشتغل أكثر معاهم، محتاج تديهم معلومات أكثر عاطفية. أوكي. كيف الشخص العاوز يعمل حاجة معينة، أو الشباب الطموح تعبير آخر يعني عنده تصور مستقبل لها، يقدر يتعامل مع أحاسيس الشفقة والتسرع والسيطرة على أحاسيس القلق من عدم تحققها والبعد عنها؟ طيب، هو حي زي ما قلنا قبل، إنه نحاول نصبر نفسنا، زي نخط بسموه شنو، نخط خطة للتعامل مع القلق ده. أوكي، الخطة دي حيكون فيها كم حاجة، حيكون فيها مثلا الجانب ذهني اللي هو زي ما قلنا حنبتدي نشرد ونتخيل روحنا حققنا الأهداف دي، وإحنا بنعمل في خطوات لتحقيقها، لكن بنفس الوقت بنرسم الصورة. الحياة دائما كنت يعني المثل اللي بنضربه في الحاجة دي، البازل، الجيكسو بازل، الحاجة الصورة، وانت بتركبي الأشكال بتاعتها اللي هي بتكون البيسز الصغيرة دي. البازلز اللعبة في ناس بيلعبوها بتكون 500 قطعة و 1500 قطعة، البازل دي بالضبط زي الحياة بتاعتنا. لو ما عندك موديل، لو ما عندك الصورة جنبها، بيكون صعب جدا انك تركبيها، بالذات انها معقدة وبتشبه بعض والبيسز بتاعتها صغيرة، بالضبط زي حياتنا. فانت لما تتخيل وتشتغل زي ما قلت قبل، تنمي القدره بتاعت الخيال في مخك، انت بتسهل على مخك الصوره، رسم الصوره المعينه عشان تقدر انك تحققها وتركبها في بعض. لكن انت لو الصوره ما موجوده، يعني تخيل ان انت مطلوب منك تركب البازل دي، وانت الموديل الصوره النموذج المفروض يعني تمشي عليه ما عندك. إحنا لما نتخيل، إحنا بيزيكلي قاعد ندي مخنا النموذج اللي إحنا عايزينه يسكه لنا، تمام؟ فبنشغل مخنا بالحاجة دي، بتنزل مستوى التوتر باي ديفولت. الحاجة الثانية البدني، ده الذهني، البدني قدر شنو، إحنا بنحرك جسمنا عشان الطاقة الزايدة تطلع منه. ما هي القلق ده عبارة عن إنرجي زايدة قاعد في حتة غلط مكبوتة وما عارف تتحرك. كلكم ما شاء الله شباب، ممارسة الرياضة واجب وطني. أوكي، لما نكون إحنا الرياضة جزء مننا، والجسم السليم في العقل السليم، والعقل السليم في الجسم السليم، بتصبرك على حيات كثيرة جدا. فبتعمل خطة تمانج القلق ده. هتشتغل على روحك، هتمشي كورسات معينة، هتتخيل بالليل قبل ما تنوم وأول ما تصحى الصباح، هتتريض، فالأمور بتمشي والصبر بيجي إن شاء الله. هو يا أستاذة يعني المشكلة إنه إحنا حالياً عايشين في عالم سريع، يعني زول لو خش لينكدين ساي بيجوا نفسيات، وهم كشباب يا دوب متخرجين، فبيحسوا إنه لا العالم ده ماشي وإحنا لسه قدامنا طريق طويل شديد لحد ما نصل. صح، للأسف. أنا ما أعرف ليه، أنا برضو يعني حسيت في الفترة الأخيرة لينكدين بقى عامل زي الفيسبوك، الناس قاعد تخوض فيه حاجات خيالية شديدة، وبتحسي إن الناس دي شغالين في أحسن شركات في الدنيا، وياخ بختهم وياخ أنا وين ألقى الحاجة دي. لكن صدقوني دي ذات ديستراكشن، أنت ما تخلي أي حاجة تلخمك من الهدف بتاعك. وبعدين دي برضو حاجة من حياة الذكاء العاطفي، إنه أنت كيف تقدر تريفريم وتغير تغير المفردات اللي أنت بتستعملها مع نفسك. كويس، يعني شفتوا القصة بتاعت الغير الجبال، يعني إحنا بدل ما نقوم نشوف الحاجات دي ونبتدي نحبط أو نغير أو نحسد، طوالي حاولوا تغيروها لقصة الانسبيريشن دي، اللي هي
يا سلام، أنا لما أشوف الناس دي بيلهموني، أنا عايز to be inspired بدل ما أنا to feel jealous ولا أحسد زول ولا أقعد أقول إيش معنى هي ولا بتاع. لا لا، أنا عايز أقول إنه يعني ما شاء الله زولة دي جد ملهمة، وأنا عايزة أعرفها أكتر وأتقرب لها أكتر وأتابعها أكتر عشان أقدر أعمل يعني أعمل الـ الـ أو أوصل للي هي وصلت له. فتاني إنه إحنا قدر ما إحنا نكون على دراية وعلم بالداير في مخنا، ونقدر نكون صريحين مع روحنا. ما تخجلي، ما أخجل من روحي. لا 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 والله، أنا غفت جبين شفت البوست ده، والبوست ده كان مبالغ. الزولة دي ليه يعني؟ وش معنى؟ أنا هقول لروحي كده وحواجهها، وبعد ذاك حعاتبها وحقول لها إنه يعني أنا بدل ما أفكر كده، بالعكس يعني زودي اجتهدت ووصلت وعرفت إنه بتعمل شنو، وأكيد ضحت بحاجات كتير وكده، وفي النهاية هي يعني مفروض to inspire me، مش إنه أنا أحقد أو أغير عليها. طيب تاني ما عندنا سؤال. أوكي، سموه هو سائل عن relationships، قال كيف ممكن المخطوبين يتجنبوا يعني يتجنبوا الكونفليكت في المستقبل تقريبا، أو يتجنبوا dark side of love في المستقبل. والله يا أخي ما سمعت، فهمني غلط. انتم مخطوبين السجاب المشاكل شنو؟ الخطوبه دي المفروض تكون الحياه ورديه وعصافير وبتاع. لكن كويس يعني انت بت واقعي بتهيئ روحكم كويس. اول حاجه نتمنى لكم الحياه تفضل ورديه، لكن اهم حاجه انه احنا نكون مدركين إحنا قاعد نفكر في شنو، بنوجه تفكيرنا وين. كويس، لو قعدنا نسمع الحكاوي بتاع الناس التانيين إنه الحياة اللي قدام مشاكل وا 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 وا، هذا حيحصل وحياتكم حيكون فيها مشاكل. يعني دائما في العلاقات وفي في الزواج وكده بقول إنه الحياة دي أكثر قرار. كويس، أنتوا إذا قررتوا إنكم تنجحوا العلاقة دي إن شاء الله حتنجحوها، لكن القرار ده داير شغل ما ساكت. يعني في أي لحظة كده تتخاذل وتزيح منه وتنسوه طوال يعني شنو المشاكل ممكن تحصل في أي لحظة، وممكن مشكلة تغيرون تبقى قدر كده، ومرات تنتهي بانفصال العديل يعني لا سمح الله. فالعلاقات دي عاملة زي الشجرة. كويس، لو ما الاثنين intentionally مقررين إنه يخلوا باله منا ويسبوها ويقصقصوها مرات ويحطوا لها سماد وبتاع، بتتعب لأنها زيها زي أي حاجة حية في الحياة. فلازم إنه الاثنين مهمة، الاثنين definitely يعني ما مفروض واحد شيء يعتمد على الثاني. الاثنين مفروض يكونوا دائما بيعملوا زي تشيكين، بيتأكدوا من صحة الحاجة دي، ويتذكروا قرارهم بأنهم عايزين يمشوا السفينة دي، ما يغيروها في أي وقت. بعدين في كان ليكتشر كده كانت عن العلاقات قديمة جدا جدا، كان الدكتور بيتكلم إنه كانت حتى هو بيتكلم عن واحدة جاته بمشكلة مع مديرة، فقام قال لي أنا حسألك سؤال واحد، أنت لما تكوني مع روحك براكي ما قدامه، شنو الخيال أو لما يجي الزول ده اسمه بتتخيل شنو؟ قالت لي مشاكل تقيلة، دائما بتخيل إنها هي بتدافع عن نفسها بتتشاكل معاه، يعني دائما في حالة غضب ونقمة على الزول ده لأنه علاقته ما كويسة ده مديرة. فقام السايكاتريك ده قال لي أوكي، أنا التاسك بتاعتك الليلة بعد ما تمشي من عندي هنا ده إنك أنت لما تكوني قاعدة مع روحك، تاني نرجع للخيال، دايرك تتخيلي
إنكم أنت ومديرك في أحسن أحوالكم. أنا ده كل طالبه مني دايركت، حاولي تتخيلي إنه أنتوا بتشربوا في قهوة سوا، عملتوا مشروع وناجح جدا، وهو بيقول لك تمام، أنت قاعد تشرح له حاجة وهو فاهمة جدا، بس ده كل طالبه منك. بكرة أنت مش في الشغل، ما يعني ما تبقي كويسة ولا تعمل أي حاجة، بس ده أنا طالبه منك. فقال زوي دي لما جاته المرة اللي بعدها كانت زي شنو يعني ما مصدقة، لأنه هي من ناحيتها ما عملت أي حاجة غير اللي هو قال لها. يعني ثاني يوم لما لاقت المدير ده ما حاولت تكون معه ظريفة، ما حاولت تعزمه قهوة، ما حاولت تعمل أي شيء. لقيته سبحان الله هو اللي بيحاول يتقرب لها، هو اللي بيحاول يتفهمها. فالزول ده كان بيشرح إنه الحصر شنو، إن هي قدرت تغير الانرجي أو الطاقة اللي هي رابطة بيها الشخص ده جوه في راسها هي، لكن الحاجة دي عكست في المعاملة بتاعتها معه ثاني يوم، وده بعد ذاك نجح علاقتهم أو خلاها تمشي لحتة أحسن من اللي كانت فيها. نفس الحاجة بالنسبة للمتزوجين، الليلة أغلب المشاكل وأغلب الناس الواصلين لحتة يعني كعبة جدا، بنلقى إنه هم لما يكونوا مع برام مع نفسهم، يا هو فكر في ياخ خنقتني وياخ عاملة لي وساوي لي، أو هي بتفكر فيه وبنفس الصورة ومطلع فيه أسامي وقصص. فأجين إحنا بقينا ما مستعملين خيالنا، ولما نكون حتى مع نفسنا الصورة الرسمينة ما أحسن صورة يعني، عشان كده ما مساعدين سقاية الشجرة دي. شكرا يا أستاذة مي. الزمن خلاص بعد ده، يعني كانت محاضرة جميلة جدا، وتمنينا إنها هي ما تنتهي. شكرا. وليلة طبعا آخر يوم في البرنامج. الشباب، دكتورة نعمة دايرة كلمة معاكم بعد تخلص المحاضرة يعني، فالناس تخليها قاعدة في الميتينج. شكرا أستاذة مي. شكرا، شكرا لكم وموفقين إن شاء الله. شكرا جزيلا أستاذة مي، استمتعنا جدا. شكرا، شكرا، مع السلامة. الله يخليك. مع السلامة.